بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. ما زالت الأفراح مستمرة وما زال الحديث مستمر. كأس أفريقيا، كأس أفريقيا الحقيقة يمكن أنا من الحمد لله والشكر لله أنا كنت من الناس اللي شالت هذا الكأس وأنا في الملعب، ومرتين ثلاث مرات تقريبا وانا في الملعب، وبره الملعب حوالي ثلاث مرات حتى الان. ان شاء الله ربنا يديمها ونفضل نشيل هذا الكاس 10 15 20 مره كمان، يعني نتمنى دائما. المهم ان احنا ان النادي الاهلي هو من يفوز دائما بالالقاب، المهم ان احنا نشيله والنادي الاهلي هو الفائز بالالقاب، المهم ان احنا نشيله وان جمهور النادي الاهلي يكون هو اللي في ظهر ناديه كالعاده، هو اللي مساند لناديه، هو الكبير. يظل دائما النادي الاهلي هو الكبير في افريقيا، وما زال الجميع يقف وينحني الحقيقه يعني امام كل هذه الانجازات، انجازات القلعه الحمراء التي لا تعرف التوقف. فريق لا يمل من التواجد على منصات التتويج، فريق يعرف كيف يصنع المجد. خلي بال حضرتك اللي قدامك ده مجد. الكاس اللي قدام حضرتك ده كاس المجد، كاس الأهم في البطولات الإفريقية، الأهم إفريقيا. تخيل حضرتك إن إحنا في الخمس سنين الأخيرة بنوري لحضرتك الكاس ده داخل قناة النادي الأهلي لمدة أربع سنوات. تخيل حضرتك إن النادي الأهلي بيفوز بهذا الكاس في آخر خمس سنوات أربع مرات. تخيل حضرتك واعرف كيف يضرب النادي الأهلي الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر. عظمة النادي الأهلي بتبان قدام حضراتكم في هذا الكاس، هذا الكيان الشامخ اللي يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها تستحق الدراسة. النادي الأهلي يستحق الدراسة، يستحق أن يدرس في المناهج التعليمية. رحل هيدي كوتي، استمرت الإنجازات والبطولات. رحل كابتن جوهر الله يرحمه، رحل كابتن عبده صالح الوحش الله يرحمه، ثم رحل جوزيه، ثم رحل كابتن حسام البدري. ولكن هيمنة النادي الأهلي على جميع الفرق الأفريقية والبطولات الأفريقية اللي بيخش فيها واضحة. استمرت البطولات، رحل موسيماني وانتهت القضية، انتهت القضية في أرض الملعب ولكنها عالقة في أذهان الجميع. ثم جاء الثعلب السويسري مارسيل كولر وبيفرض سطوته على البطولات الواحدة تلو الأخرى محليا وقريا. هو ده السر اللي أنا بتكلم فيه دايما، عشان كده كل يوم حضراتكم بتلاقونا بشغف جديد. هناك سر دائم داخل هذا الكيان الشامخ محدش يعرفه إلا اللي بيحبه ومن قلبه، مش من حاجة تانية، مش اللي بيحب بالعقل، اللي بيحب من قلبه. كلنا كنا زعلانين إن إحنا قبل المباراة يعني، أو كنا مش عارفين هل هنشيل الكاس ده ولا لأ. كان عندنا ثقة كبيرة في كل اللاعبين، ولكن الثقة الأكبر كانت في جمهور محترم وكبير. الاحترافية المطلقة اللي موجودة في النادي الأهلي، الاحترافية الفريدة اللي موجودة داخل النادي الأهلي. النادي الأهلي ولد ليكون عملاقاً. من 1907 وحتى الآن يظل النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء. كل حاجة حلوة في الرياضة المصرية تجد أن النادي الأهلي أو لاعبي هم طرف فيها. النادي الأهلي هو الأفضل، النادي الأهلي هو الأحسن، النادي الأهلي هو بطل إفريقيا. النادي الأهلي بعيدا عن اللي يقول الكابتن جهاد جريشة بيقوله ولا الكابتن فلان الفلاني بيقوله، هم اتنين، جهاد جريشة ورضا عبد العال. الباقي كله، الباقي كله طلعوهم بره المنظومه يا جماعه، او طلعوهم بره تفكيركم. ناس كتيره بتقعد تكلمني هو ايه اللي بيقوله، ما يقول اللي يقوله، هو مبسوط، هو شايف نفسه عكس التيار. الاثنين دول عكس التيار، لازم يمشوا عكس التيار عشان يتشافوا. صدقوني لو مشوا مع الشكل الطبيعي لاي حاجه، يعني لو النادي الاهلي ما خدش البطوله كلنا كنا هنطلع نقول النادي الاهلي ما خدش البطوله والنادي الاهلي كان وحش. ولكن ممكن ساعتها كنت تلاقي الكابتن جهاد جريشه والكابتن رضا عبد العال طالعين يقولوا النادي الاهلي كويس عشان الناس تستغرب وتتفرج عليهم. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ والله العظيم يا جماعه الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده مش عايز اقول بس متقلي من مين، ولكن ما تشغلوش بالكم يا جماعه، اتبسطوا، افرحوا، اعرفوا ان الكاس اللي قدامكم ده
هو كاس الفخر وكاس العزه وكاس حب النادي الاهلي. هو ده الفارق الكبير جدا جدا ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، ان انت كل سنه بسم الله ما شاء الله بتحط الكاس في حضنك وبتمسكه وبتحضنه. في ناس تانيه او في انديه اخرى، عشان محدش ياخدها على نفسه، في انديه اخرى كتير ما تعرفش يعني ايه كاس افريقيا، ما تعرفش، بتشوفه في التلفزيون بس، بتشوفه على شاشه قناه النادي الاهلي، او بتشوفه في الصور عند دكتور سعد شلبي في مدير التنفيذي للنادي الاهلي، ف او بتشوفه عند اي حد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وهو بيتصور بيه الحقيقه يعني. لانه الحقيقه يعني يظل هذا الكاس هو فخر لكل الجماهير الاهلاويه. عندنا جيل محترم، عندنا جيل محترم من اللاعبين، عندنا جيل او عندنا جهاز فني محترم، وعندنا مجلس اداره يستحق كل التحيه وكل التقدير. بالمناسبه كل ما بجيب حد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واجي اقول له يا فندم لازم نقول لكم الف مبروك وانتم هايلين وكويسين، يقول لي اسلام اهم حاجه فرحه جماهير النادي الاهلي، وده اللي احنا دايما بنسمعه منهم، وده اللي احنا دايما بنتعلمه. كلنا بنتعلم من جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي هو السند والدعم، السند والدعم في كل شيء. خلينا نروح للاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ محمد الف مبروك يا فندم. كابتن اسلام ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الله يبارك فيك. الله يخليك يا فندم، الف الف مبروك على الفوز بالكاس رقم كاس دوري ابطال افريقيا للمره ال 12 والوصول الى النهائي للمره الخامسه على التوالي. يعني مبروك لجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، ومبروك لمصر كلها، للنادي الاهلي ما كانش بيمثل النادي الاهلي فقط ولكنه كان بيمثل مصر، فمبروك لكل الشعب المصري على البطوله ال 12 في دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله مزيد من الانتصارات عشان الجمهور ده يفرح، وده دورنا ان احنا نحافظ على يعني رفعه النادي الاهلي، وان احنا النادي الاهلي يفضل دايما في احسن مكانه. استاذ محمد، تنظيم اكثر من رائع لنهائي دوري ابطال افريقيا، الكل اشاد بالتنظيم سواء الجماهير جوه الملعب، الاتحاد الافريقي طبعا بالتعاون مع كل اجهزه الدوله المصريه، وبالتالي تنظيم اكثر من رائع تستحق عليه التحيه، والاداره التنفيذيه تستحق عليه التحيه. الحمد لله رب العالمين. كان يعني احنا في هذه المباراه كان بالنسبه لنا هي سمعه مصر هي اول حاجه شايفينها قدامنا، لان النادي الاهلي هو بيلعب نهائي افريقيا على ارضه وفي ملعبه في استاد القاهره اللي ليه تاريخ كبير، هو العالم كله بيتفرج عليه. النادي الاهلي ما بقاش النهارده بنتكلم على ان الشعب المصري بس بيتفرج على النادي الاهلي، ولكن العالم كله بيتابع النادي الاهلي نظرا لانجازاته وارقامه وتواجده باستمرار الحمد لله رب العالمين في كاس العالم للانديه، وحصوله على ميداليات في كاس العالم للانديه، وطموحات الجمهور النادي الاهلي للحصول زي ما كنت لو انت فاكر السنه اللي فاتت في كاس العالم للانديه كان طموح جمهور النادي الاهلي هو المباراه النهائيه والحصول على البطوله. فاحنا كنا حاطين كل ده قدامنا واحنا بنتعامل مع هذا الملف. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا في تنظيم اشاد بيه كل الناس. كان في تعاون كبير جدا من كل اجهزه الدوله، كل الاجهزه اللي موجوده في الدوله مع كل القيادات، مع كل الشركات اللي موجوده، كانت تذكرتي اذا كانت المتحده، اذا كان الامن، اذا كانت الداخليه، كل الناس اللي كانت في الشرق الافريقي، كل الناس عشان ما انساش حد، كان ليهم دور كبير جدا في مساعدتنا في هذا التنظيم ان هو يخرج في احسن شكل، يخلي شكل مصر قدام العالم كله انها تستحق انها تقدر تنظم محافل دوليه. والاداره التنفيذيه في النادي الاهلي قامت بمجهود كبير جدا بقياده الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، قاموا بدور كبير جدا ومجهود كبير جدا ومتابعه اول باول من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي لكل صغيره وكبيره في هذا الملف. يمكن شفنا لاول مره رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب يتواجد في الاستاد قبلها بيوم ليتابع كل كبيره وصغيره موجوده علشان ما يفوتش اي هفوه صغيره في هذه المباراه. الحمد لله كل الناس اشادت بالتنظيم بالدخول المريح لغايه الملعب، كل الناس اشادت ان الاعداد اللي موجوده هي الاعداد اللي معاها تذاكر فعليه، ما دخلش اي حد زياده، كل واحد كان قاعد على كرسيه. الاتحاد الافريقي كله
قدروا ان هم يخشوا في سهوله ويسر الى اماكنهم، كانت في المقصوره او في الاماميه او في التذاكر اللي كانوا واخدينها لبقيه الدرجات. يعني الحمد لله رب العالمين، كل الناس اشادت وكل الناس قالت ان النادي الاهلي يستطيع ان ينظم محافل دوليه على اعلى مستوى. اتفرجت على المباراه ازاي؟ يعني احنا هنا بنروح للناحيه الفنيه او لناحيه محمد غزاوي، الجمهور بقى وهو قاعد بيتفرج على الماتش. بص، الواحد بيبقى عنده هنا حاله صعبه، انا شخصيا يعني بيبقى عندي حاله صعبه جدا، لان انا ما بين ان انت عضو مجلس اداره طبعا، فليك وانت قاعد لازم تكون في طريقه معينه. بالظبط، بعضو مجلس اداره النادي الاهلي، ده اللي اتعلمته من زمان، من وانا في 2004 ومن قبليها من الكابتن طارق سليم والكابتن طارق والكابتن حسن ومن كل العظماء النادي الاهلي. أيوة، اللي الواحد اتعامل معاهم وتربى على ايديهم وتعلم منهم. وفي نفس الوقت ما بين ان الواحد فينا اهلاوي، مش عشان عضو مجلس اداره مش عارف اعمل ايه. انا اهلاوي درجه ثالثه اصلا، عايز انط بس مش عارف. يعني فمش قادر، فطبعا بتبقى عندك ضغطه رهيبه جدا، وخصوصا المباراه عدت علينا. انت عايش من اول الدقيقه الثالثه من المباراه ان اي جون انت بره، صح، لانك بعد 1-0 هي ما زالت النتيجه مش مطمئنه. بالظبط، فانت عايش على اعصابك لغايه ما الحكم صفر وانت قاعد على اعصابك. فعدى عليا الماتش اكنه يوم، مش اكنهم 90 دقيقه. لكنها في النهايه استطاع رجال النادي الاهلي الحقيقه، هذا الجيل من اللاعبين يستحق كل التحيه ايضا يا استاذ محمد وكل التقدير، لانه قدامهم برضو كانت تحديات كبيره جدا جدا. الحمد لله من بعد 2019 واعتذار اللاعبين للجماهير بعد خروجنا من بطوله دوري ابطال افريقيا، حتى الان اعتقد الامور تغيرت بشكل كبير جدا بفضل مجلس اداره محترم بيفوض كابتن محمود الخطيب او اسطوره كره القدم كابتن محمود الخطيب ورئيس النادي في ان هو يعمل كل ما يخلي جمهور النادي الاهلي سعيد من خلال تغيير حتى لو عدد كبير من اللاعبين اللي اتغيروا من 2019 عشان تقدر تاخد البطولات لمده 5 سنوات بعد كده او تصل للنهائي. يعني بص، الـ يعني الجيل ده من اللعيبه واللعيبه اللي موجودين حاليا في النادي الاهلي بجهازهم الفني والاداري والطبي كلهم على بعض، ومن اول خالد بيبو مدير الكره ومن قبليه كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا، وهذا الجيل انا بشكره يعني بشده، لانهم استطاعوا ان هم زي ما انت قلت في 2019 ويقوموا هذه العثره اللي كانوا فيها ويعتذروا للجمهور، قدروا ان هم في خلال ال4-5 سنوات اللي فاتت ان هم يفرحوا جمهورهم باستمرار، يحافظوا على اداء باستمرار، يحافظوا على بطولاتهم باستمرار، دايما عندهم دافع لكل ما بيكسب بطوله بيحط قدامه دافع اخر وهو البطوله اللي جايه، والجمهور بصراحه بيزقهم في هذا الموضوع بشكل حقيقي. الجمهور النادي الاهلي طموحه بقى كبير جدا وطول عمره كده، بس كمان في الفتره الاخيره طموحات الجمهور كبرت جدا، فبقت دافع قوي جدا للعيبه ان ما فيش اكتفاء ببطوله، وهو ده طابع لاعب النادي الاهلي وده اللي تورطناه جوه النادي الاهلي، واللي بيلبس الفانيله الحمراء على طول بيخش في الدوره دي وبيتشبع بنفس الطباع ونفس السياسات اللي احنا تعودنا عليها والطموح والرغبه في انه لازم بطوله ورا بطوله، بطوله واحده ما بتكفيش، 10 ما بتكفوش، كل واحد بقى عنده ارقامه الشخصيه اللي عايز يحققها وارقامه اللي عايز يحققها للنادي، وعايز يسيب بصمه في تاريخ النادي الاهلي من ارقام. فانا بشكرهم جدا على الاداء اللي هم فيه، بشكرهم جدا على البطولات اللي بيحققوها، بشكرهم جدا على اسعادهم لجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومجلس اداره. وبرضه احب اقول ان انت لما يكون عندك زي ما انت قلت في كلامك، قلت واحد زي كابتن محمود الخطيب بتاريخه ومفوض من مجلس اداره النادي الاهلي في اداره شؤون الكوره ومعاه طبعا لجنه التخطيط، لما يبقى في حد بحجم كابتن محمود الخطيب في ملف زي ملف الكوره، حتى لو في اي وقت الملف خرج كي هيخرج عن المسار، هو قادر على تصحيحه بشكل كبير جدا ويرجعه تاني على المسار، بل بالعكس مش بس المسار ولكن تطويره بشكل كبير، لان احنا في الفتره الاخرانيه ما بقاش طموح مجلس اداره النادي الاهلي هو فقط ان انت تكسب بطولات، ولكن تطوير المنظومه بالكامل. صحيح، عشان تقدر توصل لحته العالميه، مش بس ان انت
تكسب محليا او افريقيا، فهو ده اللي احنا اشتغلنا عليه. ولما يبقى عندك حد زي كابتن محمود الخطيب هو اللي ماسك هذا الملف وبيديره مفوض من مجلس اداره، اعتقد ان الملف لازم يروح في حته ثانيه بعيده. الاستاذ غزاوي، النادي الاهلي هو النادي المصري الاول اللي وفي افريقيا ايضا اللي هيلعب في كاس الانتركونتيننتال ان شاء الله اللي هتبقى في نهايه شهر ديسمبر، زي ما كنا الاول دائما في ان احنا نلعب كاس العالم للانديه في 2005، وحاجات كثيره جدا دائما يظل فيها النادي الاهلي الاول. كيف انظر مجلس اداره النادي الاهلي لما هو قادم في هذا الامر تحديدا، ان انت يجب ان تظل دائما الاول في كل شيء؟ بص، احنا عندنا يعني كرة القدم، وبعيدا عن كرة القدم احنا دايما دايما النادي الاهلي لازم جمهوره اتعود ان هو النادي الاهلي الاول في كل شيء. صحيح. فده بيحط ضغوطات كبيرة جدا على مجلس ادارة، ان انت بس ضغوطات مش سلبية، بالعكس هي ضغوطات ايجابية. ان انت دايما بتحاول طول ما انت موجود ان انت بتخلص خطوة، انت بتحط بلان في اول الدورة انت عايز توصل لايه، وكل ما بتعدي خطوة بتلاقي نفسك ان انت رايح للخطوه اللي بعديها، ولو حصل اي حاجه عكس ده على طول بتحاول تصحح المسار. صحيح. فاحنا دايما عندنا الحمد لله، مثلا زي ما هنشوف السنه دي والسنه اللي فاتت، عندنا العاب الصالات راحت حته ثانيه خالص. خالد العوضي مدير النشاط الرياضي قدر ان هو ينفذ سياسات مجلس اداره، لان احنا النادي الاهلي مجلس اداره يضع سياسات، ولكن هناك اداره تنفيذيه هي من تنفذ كل الامور. صحيح. بتاعت النادي وللنشاط الرياضي، هنا الدكتور سعد شلبي، هنا الكابتن خالد العوضي، هنا في الكوره في كابتن خالد ديبو، احنا نضع سياسات وهم اللي بيقوموا بالتنفيذ، وهم اللي بيحطوا كل الجهد وكل الوقت علشان يقدروا ان هم ينفذوا هذه السياسات، لان دايما سياسه النادي الاهلي هي محتاجه ناس محترفه. صحيح. تدي كل وقتها وجهدها للنادي الاهلي، لان السياسات اللي بنحطها والاستراتيجيه اللي بنشتغل بيها محتاجه حد لازم يكون محترف عشان يقدر ينفذ بالشكل اللي يرضي طموح جمهور النادي الاهلي واعضائه. فالحمد لله احنا دايما ماشيين في السكه دي، دايما لما بنكسب بطولات ما بنقولش احنا كسبانين فكده تمام، بنشوف نقدر حتى واحنا كسبانين، علشان الحفاظ على القمه مش سهل. صحيح. فلو انت اكتفيت بالفوز لازم هتقع، فانت حتى وانت كسبان لازم تشوف حتى ولما كسبت ايه اخطائك، ايه اخطائك حتى وانت كسبان، وايه اللي ناقص عشان تكمله. صحيح. عشان تقدر تستمر على القمه. واعتقد ان ده هو الفرق، هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، لانه النادي الاهلي حتى وانت كسبان البطوله، يعني انا ببارك لكم كلكم وبنبارك لبعض وكل حاجه، تقولوا لي ده اسلام احنا بنفكر في اللي جاي، احنا عايزين نشوف هيحصل ايه في الفتره اللي جايه. وده اللي انا كنت لسه بقوله، ان لما حتى تيجي تتكلم مع اي حد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وتقول له انت تستحق الاشاده وتستحق كذا وتستحق كذا، حتى مثلا على المجال الانشائي، مثلا اللي بيحصل في المجال الانشائي في النادي الاهلي من افتتاح مقرات جديده، من تطوير مقرات سواء في الشيخ زايد او في مدينه نصر او في المركز الرئيسي او المقر الرئيسي للنادي الاهلي في الجزيره، اعتقد مجلس الاداره ده يستحق الحقيقه كل التحيه في ظل هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه جدا جدا يا استاذ محمد. لان النادي الاهلي يستاهل منا كده. ايوه. لان النادي الاهلي هو يستحق من اعضاء الاداره ان هم حتى في ظل الازمات زي ما انت بتقول والازمه اللي كانت موجوده، وان النادي الاهلي يستحق من مجلس ادارته انه يعمل جاهدا علشان الاعضاء في النادي يكونوا سعداء، علشان الجمهور يكون سعيد، علشان النادي الاهلي يفضل دايما يعلى ويعلى. هو ده دورنا، فده اللي ده دورنا تجاه المدينة. وده دايما كان كابتن الخطيب يقول لنا النادي الاهلي هو اللي خلى الناس تعرفكم. صح. النادي الاهلي فضله على الناس كلها. كل من ينتمي الى النادي الاهلي هو فضل النادي الاهلي عليه. ودايما كان يقول لنا خلي بالكم احنا كافراد الى زوال، ولكن النادي الاهلي هو اللي مستمر. فاحنا هو كلنا معلش يا استاذ محمد، هو كابتن خطيب يعني بيتكلم مع حضراتكم، يعني اصل هو كان بيتكلم معانا كده واحنا لعيبه، كان بيتكلم مع اللعيبه او ما زال بيتكلم مع اللعيبه دلوقتي بهذا الشكل، فبرضه بينكم وبين بعض بيحدث هذه الامور. طبعا، لان هو هو رب الاسره. فلما بيبقى عندك انت 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 واحد من اسره النادي الاهلي. صحيح. فانت عشت الكلام ده. طبعا. عشته في المجال وانت لعيب، وعشته في المجال الاداري، وعشته صحيح. في كل المجالات داخل النادي. صحيح.
احنا دايما متعودين في النادي الاهلي احنا لينا كبير. بس فكبير النادي الاهلي هو كابتن خطيب، فهو بيعلم كل الاجيال اللي جايه وبيعلمنا كلنا ازاي اداره النادي الاهلي وحب النادي الاهلي، زي ما انا اتعلمت زمان كمان من الكابتن طارق سليم ابويا الروحي يعني الله يرحمه. طبعا انت عارف علاقتي بيه كانت عامله ازاي. علمني يعني ايه حب النادي الاهلي، هو مش حب النادي الاهلي انك تشجع النادي الاهلي فقط لا غير، ولكن حب النادي الاهلي ان انت تتواجد في المكان اللي النادي الاهلي محتاجك فيه. صحيح. انك يبقى عندك كل اللي تقدر تديه النادي الاهلي تديه. مش مهم انت عايز ايه، المهم النادي عايز ايه. هو ده الحب والانتماء. فكابتن خطيب طبعا بيتكلم معانا طول الوقت في جلسات جانبيه وجوه مجلس اداره وفي اي احداث بتحصل جوه النادي بيبقى فيها مواقف بيعلم الناس كلها كيفيه اداره الازمه وكيفيه حل المشكله. يعني ده شيء مفروغ منه، هو ده تربينا على كده ان الكبير هو دايما كبير العيله، هو اللي بيعلم كل الناس وبيعلم الاجيال. عشان كده هو زي ما بقول لك قال لنا احنا كافراد الى زوال كلنا. صحيح. ولكن النادي الاهلي باقي، فاحنا لازم دايما يبقى حاطين النادي الاهلي قدام عينينا. يظل دائما النادي الاهلي باقي. اخيرا لو حابب تقول رساله لجمهور النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي. احب اقول لجمهور النادي الاهلي الف مبروك البطوله ال 12. احنا دايما جمهور النادي الاهلي هو الوقود اللي بي 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 اللي بيحرك كل التروس وكل المواتير اللي موجوده في النادي. هو اللي بيزق اللعيبه، هو اللي عشانه بنبقى بنبذل اقصى جهد عندنا وبنحاول دايما نساعدهم. فبقول لهم الف مبروك ودايما ورا فرقتكم ودايما داعمين لفريق للنادي الاهلي في جميع الالعاب مش بس في كره القدم. وان شاء الله نبتدي كلنا في الفتره اللي جايه جمهور ولاعبين واداريين ومدربين ومجلس اداره نفكر في ال 13 اهلي ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله 13 يا استاذ محمد ونكلمك ونهنئك. وايضا يظل النادي الاهلي دائما بمناسبه كلام الاستاذ محمد الغزاوي اجيال بتسلم بعض. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. حقيقه قبل بس ما اتكلم مع حضراتكم عن التشكيل المثالي لشبكه سوفا سكور عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين ماذا يحدث داخل النادي الاهلي والنادي الاهلي ده مودينا لغايه فين. النهارده الحقيقه كان في ايضا اجتماع مهم جدا بين الكابتن خالد بيبو مدير الكره والكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب من اجل توضيح موقف لاعيبه النادي الاهلي النهارده من انطلاق معسكر المنتخب. الحديث كان حول الرؤيه الخاصه بلاعبي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين ان لعيبه النادي الاهلي عندهم ارهاق بدني وذهني، وكان اهم ما اصر عليه مارسيل كولر ان اللعيبه تاخد على الاقل من 4 لـ 5 ايام كاجازه بعد نهايه مباراه دوري ابطال افريقيا. ولكن كان الكابتن حسام حسن عنده شكل مختلف او كان عنده تفكير اخر، وفي النهايه الكل بيساند بعضه. النهارده القعده اللي كانت ما بين الكابتن خالد بيبو مدير الكوره وكابتن حسام حسن الحقيقه كانت مهمه جدا 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 في اطار التوضيح اللي انا بقوله لحضراتكم، توضيح ما بين الكابتن حسام والكابتن خالد بيبو. وكان زي ما حضراتكم شايفين كان حريص الكابتن خالد بيبو على مدير الكوره على مصاحبه لاعيبه النادي الاهلي عند انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني ظهر اليوم، وعقد جلسة ودية مع كابتن حسام المدير الفني للمنتخب في حضور جهازه المعاون. دار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبة النادي الأهلي الذين يعانون من إرهاق ذهني وبدني بسبب الضغط المكثف للمباريات محليا وإفريقيا خلال الفترة الماضية. وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها بمعرفة الجهاز الفني للنادي الأهلي. الحقيقة أنا شخصياً بأثمن مثل هذه الجلسات. منتخب مصر ده بتاعنا كلنا، مش بتاع حد، مش بتاع مدير فني، مش بتاع حد خالص، ولكن المدير الفني هو المسؤول عن، مدير فني للمنتخب هو المسؤول عن وضع التشكيل المناسب، وضع الاستراتيجية المناسبة عشان تفرح الشعب المصري كله. والشعب المصري كله 80-90 مليون من الشعب المصري أهلاوية. وبالتالي وجبت هذه القعدة حتى لو كانت قعدة ودية عشان نصل بشكل مناسب، او نصل بشكل لعيبه النادي الاهلي بشكل مناسب
يبقوا موجودين مع المنتخب وفي نفس الوقت يبقوا مستريحين، لانه في النهايه لو لعبت نادي الاهلي مش مستريحه هيبقى المنتخب عنده مشكله، وبعد كده النادي الاهلي هيبقى عنده مشكله. مارسيل كولر كان مصر على ان اللعيبه تاخد 5 ايام، من 4 لـ5 ايام اجازه هيكملهم اعتقد ده بناء على الاتفاق، ثم بعد كده لعيبه نادي الاهلي تنزل التدريبات بالحمل التدريبي اللي يراه المدير الفني للمنتخب كابتن حسام حسن كشكل مناسب للفتره القادمه. ومثل هذه الامور هي اللي بتحل كل المشاكل، الاعداد المباشره لما يبقى الوش في الوش والكلام عن مصلحه بلدك ومصلحه لعيبه بلدك بعيدا عن اي انتماءات لاي نادي بتبقى الامور مختلفه تماما، وده اللي حصل النهارده. ويعني انا واحد من الناس اللي مبسوط جدا جدا بهذه القعده، لانه في النهايه لعيبه النادي الاهلي اللي هم لعيبه منتخب مصر بالمناسبه، او 60% من لعيبه المنتخب الوطني هم لعيبه النادي الاهلي، فاللعيبه دي تبقى مستريحه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتشين اللي جايين لمنتخبنا الوطني. النهارده التشكيل المثالي لشبكه سوفا سكور العالميه للاحصاءات، النهارده كان في تقرير عن هذا الامر، حصول النادي الاهلي على الاعلى تقييم بواقع 7.2 من 10، عشان يكون النادي الاهلي هو افضل فريق من حيث الاداء العام في الادوار الاقصائيه، وده اللي احنا دايما بنتكلم عنه، انه النادي الاهلي بيبقى مختلف في الادوار الاقصائيه، النادي الاهلي بيبقى النادي الاهلي في الادوار الاقصائيه. النادي الاهلي خد في السوفا سبورت حصه الاسد اللي هيمنت على التشكيل المثالي السنوي لهذه البطوله. عموما الكلام ده كله هتلاقوه موجود في التقرير، لانه انا بس اللي يهمني ان نعرف قد ايه النادي الاهلي، مش بالكلام. انا ليه بجيب الاحصائيات دي تحديدا؟ عشان الاحصائيات دي تحديدا بتوري لكل الناس، لكل الناس اللي هم خلف خلاف اللي هم دايما يقولوا ايه، لو النادي الاهلي يمين هم يقولوا شمال، لو النادي الاهلي شمال هم يقولوا يمين. انا بقول للناس دي ان مش كلامنا ولا كلام حضراتكم ولا كلام جمهور الاهلي ولا كلام جمهور مصر، ولكن دي مواقع احصائيه بيكون عندها هذه الاحصاءات وفق برامج تكنولوجيه معينه، بيبقى من خلالها يبان من هو النادي الافضل مثلا في الادوار الاقصائيه كما تم التوضيح. النادي الاهلي فاز بحصه الاسد في هذا التشكيل بناء على هذه الاحصائيات، مش بناء على الحب والكره. خلاص الحب والكره والكلام اللي احنا بنسمعه ده، ومش بناء على كلام كابتن جهاد جريشه وكابتن رضا عبد العال، لا، ولا كابتن اسلام ولا كابتن محمد ولا كابتن شوبير ولا كابتن حد، لكن ده بناء على الاحصائيات اللي بنشوفها في كل مكان. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن هذه الاحصائيات الهامه جدا، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل اولى فقراتنا في هذه الحلقه، النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن في حوار مهم جدا في البيت الكبير. أسدل الستار على بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن أثبت المارد الأحمر هيمنته على القارة السمراء مجددا باحتفاظه بلقب البطولة وإضافة اللقب 12 لدولاب بطولاته الحافل بالإنجازات، بعد تخطيه عقبة الترجي التونسي الشقيق في إياب النهائي العربي وأحد كلاسيكيات الكرة الإفريقية. شهد التشكيل المثالي لشبكة سوفا سكور العالمية للإحصاءات حصول المارد الأحمر على أعلى تقييم بواقع 7.2 ليكون أفضل فريق من حيث الأداء العام في الأدوار الإقصائية. واقتنصت الكتيبة الحمراء حصة الأسد وهيمنت على التشكيل المثالي السنوي لبطولة دوري أبطال إفريقيا من الموقع المتخصص في إحصائيات كرة القدم، حيث ضم 4 نجوم من العملاق القاري، هم كل من مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحسين الشحات.
حارس عرين القلعة الحمراء الشاب مصطفى شوبير حصد لقب أفضل لاعب في المسابقة بنسبة 7.58 كمعدل تقييم عام على مجمل المباريات التي خاضها. شارك الحارس الشاب في 9 مباريات متتالية بعد تعويضه مكان زميله المتألق الدولي محمد الشناوي الذي أبعدته الإصابة عن المشاركة. حافظ على نظافة الشباك في جميعها وله 29 تصد ناجح بنسبة نجاح 100% ونسبة 100% الخروج الموفق وربح للالتحامات 100% أيضا. يليه محمد عبد المنعم الصخرة الدفاعية الصليبة الذي ساهم في ثبات خط دفاع الأهلي وحصده لقب البطولة حصل على تقييم 7.35 وجاء بعدهما علي معلول الظهير الأيسر الذي برع في الناحية الهجومية والدفاعية وقدم مساهمات فعالة في أهداف الأهلي حصل على تقييم 7.37 فيما حصدت جناح المتألق حسين الشحات الذي تألق بمهاراته الفردية وسرعاته وقدم تمريرات حاسمة وسجل 5 أهداف في البطولة حصل على تقييم 7.20 هيمنة أهلاوية كما عهدناها في جميع المسابقات التي يكون متواجد فيها. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. أهلا كابتننا وألف مبروك. أهلا كابتن إسلام، ألف مبروك لجمهور الأهلي. كان شكله حلو قوي. تصورت؟ تصورت بيه كلنا تصورنا. كلنا لازم نتصور بيه. إحساس جميل. كاس مفرح. لا إحساس جميل جدا. لا الكاس ده تحديدا كاس مفرح يا كابتن يعني في كل ما خدتوش كلاعب. لا خدنا الكاس القديم. اللي هو القديم. القديم اللي مش الشكل ده الشكل لا الشكل القديم التقليدي. التقليدي العادي. أبو اثنين كده. أبو اثنين. اللي هو شغل بتاع دوري أبطال أوروبا. أيوة بس يعني اتطور يعني إحنا يمكن أنا خدته مرتين. فكان الشكل واحد يعني بس كان بيبقى فيه تطوير حاجة بسيطة لكن ده شكله مختلف تماما إيه؟ قريب من كاس العالم بس التاني كاس العالم يعني نسخة واحدة يعني لاعب بس على بس ذهب يعني. كابتن ايه الفرق وانت بتاخد الكاس ده لاعب ودلوقتي مشجع او محلل او زي ما انت عايز تقول؟ لو قلت لك احساسي اقوى وانا لاعب والله بجد لانه احساسك وانت لعيب يعني احيانا الملعب حتى احنا بنقول طبعا للناس اللعيبه ما بيبقوش تحت الضغط زي الجمهور هم تحت ضغط اللعبه وقبل المباراه لكن اثناء ما بتلعب في المباراه انت كنت لعيب كبير وعارف فبتنسى تشتغل بتلعب مش هاديه ولكن صح لا بتلعب بتلعب بتتاخد والاحداث بعد المباراه بقى تقعد تفكر في الشوطه الاوفر البتاع ولو ضيعت جول بقى وجول مهم ولا حاجه دخل فيها جول او دخل في جول مهم في كوره طبعا يعني ولكن احساس الجميل دلوقتي بالكاس انه 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 ده الكاس اللي اللعيبه راحت وسافرت ونامت وحرمت نفسها والجمهور راح والدنيا يعني انت بطوله كبيره يعني 14 مباراه بطوله كبيره قوي لا وسفر وبيتخللها سفر وبيخللها اصابات وبيتخللها حاجات كتير قوي وفي الاخر انت بتفوز بالكاس يعني شكله جميل جدا واحساس جميل ان انت تكون حاسس انه ان الحاجه اللي انت بتحبها نجحت والنادي الاهلي نجح وده افضل حاجه عندنا. الافضل ليك وانت لعيب ولا وانت مشجع؟ لا انا مشجع. انت مشجع؟ طبعا. والله الضغط اكبر. انا يعني انا كنت مشدود وانا بلعب كده. يعني بحس ان انا عاوز العب وعاوز اجتهد ممكن قبل المباراه في التركيز والحاجات دي لكن لا دلوقتي دلوقتي انا يعني وبالذات لما تكون مدرب كمان يا كابتن اسلام يعني طول الوقت عايز الفرقه تبقى كويسه وفي افكار في دماغك وبتقول لو اتعمل كده او اتعمل كده وبعدين تحط نفسك في نفس المكان المدرب صحيح تعمل ايه تشتغل ازاي وبعدين كمان محلل فبحس ان انا مشدود قوي يعني انا بنبقى مشدودين في المباراه واحنا محللين وبنبقى مشدودين قبل المباراه وببقى عارف قوة الفرق ايه وايه احنا ماشيين ازاي دلوقتي كويس ولا مش ماشيين كويس فالماتش ده صعب ولا مش الماتش ده صعب ولكن في الاخر اقدر اقول لك اللي فرق في كل اللي انا قلته ده هو روح النادي الاهلي بس روح الفانلة الحمر بجد ده حقيقة وجمهور النادي الاهلي والناس بتخاف مننا الجمهور بيخافوا من الجمهور جدا الجمهور النادي الاهلي مرعب الاستاد مرعب
انا اكتر من ناس يعني لعيبه كتير قوي. يعني هديك مثلا فاينل 93 اللي لعبناه، ألان سيرجي ماجي واللعيبه بقى الجامده بتوع افريكا سبور نزلوا اتخضوا من الاستاد، اتخضوا. كان هو الاستاد يعني. كان هو اتخضوا. يعني يعني بيشوفوا جمهور، وجمهور النادي الاهلي ما بيهداش، وبعدين صحيح. جمهور واعي جدا، وعلشان بس في كذا مقوله بتقول ان جمهور النادي الاهلي مش مالوش في الكوره، تلاقي ناس كتير بتردد الكلام ده. مش ناس كتير، انا عارف، ناس ايوه عارفهم انا عارفهم بغبغانات، عارفهم بغبغانات، يقول لك انه اللي ما بيفهموش في الكوره بيشجعوا النادي الاهلي. لا، مش ذنب جمهور النادي الاهلي ان ناديهم بيفرحهم يعني ومش ذنب الجمهور. على فكره احنا حطينا نفسنا في مشكله كبيره، حطينا نفسنا في مشكله كبيره، انك لازم تكسب 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 تكسب، فجمهورك اتعود على كده. صحيح. اللي مش طب اقول لك حاجه، احنا مش خدنا بطوله افريقيا، تعالى تعادل ماتش في الدوري. نسيوا الجمهور بطوله افريقيا. ده طموح ده، ويزعل منك. صحيح. ويقول لك ايه ده، الاهلي حصل ايه ومش حصل ايه. فتلاقي الناس بقى اللي بيرددوا ان جمهور الاهلي بيحب المكسب، وهو الكوره ايه؟ يعني هو طريقين، هو الكوره فيها ثلاث نتائج، تمام؟ مكسب وتعادل وخساره. الكوره ما اتعملتش عشان تخسر، وما اتعملتش عشان تتعادل، الكوره اتعملت عشان تكسب وتاخد ده. صحيح. يعني احنا بناخد ده ليه؟ عشان انت وعلشان انت بتتعب طبعا. صحيح. وعشان صحيح. بتتعب. فجمهورك خد على كده. احنا حضرتك دلوقتي وانت قاعد، انا بسالك ايه وانت كلاعب خدت كام بطوله؟ تقول لي انا خدت مش عارف 8 ولا 9 ولا 10 ولا 20 ولا كل واحد انا بقول لحضرتك كلنا بنفتخر، مش انا، كلنا بنفتخر طبعًا بالبطولات اللي احنا خدناها، بالكؤوس اللي احنا خدناها. انا شلت بقى، انا شخصيا شلت الكاس ده 3 مرات قبل كده. وبالتالي 3 مرات وانا لعيب، وانا بقى كمذيع ولا بتاع، فبرضه 4 5 مرات. أربعة. فانت تلاقي نفسك ايه، 7 عندك. 7 لما حد يكلمني بقول لك ايه، انا عندي 7 بطولات. مش 3 ولا 2. بس في حاجه غريبه قوي في النادي الاهلي بجد، انا تلاقي لعيبه جايه بقى لها 3 ايام وعندها 3 4 بطولات. صحيح. طب اقول لك حاجه مهمه جدا. اتفضل. حتى المدربين يعني مستر كولر عنده 7 بطولات أو 8 دلوقتي، 8 بطولات في حياته، ممكن يكون عنده بطوله ولا 2، دي حقيقه. ف8 مع النادي الاهلي، النادي الاهلي كده على طول. علشان كده انا عايز اقول لك ايه، انه جمهور النادي الاهلي اتعود على الحلو، ما يعرفش الوحش. انت فاهمني؟ في ناس، هقول لك انا فكره عالميه اتعملت في الناس، في جمهور اخر مش هقول مين، بس الناس تفهم، كانوا اذكياء جدا ادارتهم، ان هم بعدوهم على الملعب، بقت الخناقه يعني مش المنافسه لم تكن رياضيه جوه. أيوة. الملعب، بعدوه بعد خارج الملعب. الفكر انه توجهه للمظلوميه. صحيح. وتوجهه ان الاخر مش بيكسب علشان قوي. صحيح. وعلشان بيشتغل. وعشان بيفهم. تمام. لا، هو بيكسب علشان يبعد انظارك عن الفنيات جوه الملعب. انت اخطات ازاي؟ يعني احسن حاجه في النادي الاهلي لما بتخسر بتشخص صح، عشان كده بتقوم بسرعه. النادي الاهلي اول ما بيخسر تشخيص يعني بيبقى جيد وصح، عشان كده تقوم بسرعه. حتى وانت بتكسب، لانه وانا كان معايا من شويه الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، كان بيتكلم في هذا الامر، ان احنا بيقول زي ما حضرتك بتقول كده، حتى لما بنكسب بندور على ايه الاخطاء اللي عندنا نحاول نحسنها، بحيث ان احنا ما فيش نادي في العالم ما عندوش اخطاء، ولكن نحاول نحسنها على قد ما نقدر. الكمال لله وحده. صحيح. ولكن في خطأ مقصود وفي خطأ غير مقصود. حقيقي. وفي ناس بتجتهد وناس غير ما بتجتهدش. انا اتمنى انا اطلع للي هو بطل، ما اجيبوش وانزله، انت فاهم؟ لان عندنا مقوله مهمه جدا بتتقال، اللي ما تلحقوش نزله لايدك، انت فاهم؟ لكن هي غلط. انت مش هيبقى عندك طموح، انت اطلع اطلع لي اطلع لي. المقوله دي بتتقلل ما هو انت ما تقدرش انك تطلع لي، فانت ما تجيبنيش وتنزلني، لان انا مش هنزل وانت هتفضل طول الوقت عايز تطلع. فالمشكله لو كل واحد بيبص في ورقته كله هيبقى كويس. بص في ورقتك، اشتغل على قد امكانياتك. والواقعيه كويسه قوي. على فكره مثلا النادي الاهلي الماتشين بتوع الترجي اللي احنا لعبناهم الفاينل،
احنا كنا تجاريين. مش هقول لك عملنا ماتشين، خلينا نتكلم بعقلانيه فنيا، مش هقول لك عملنا ماتشين جامدين جدا، بس عملنا ماتشين تاكتكس على اعلى مستوى رايح لهدفك. وعشان تاخد الكاس ده، عشان تاخد الكاس ده روح له من اقرب طريق، لانه انا قاعد معاك يا كابتن اسلام دلوقتي ما فيش واحد هيقول لك الماتشين كانوا وحشين، هيقول لك الاهلي البطل مثلا. انا بتكلم وحشين في ايه عشان الناس بس تفهمني، يعني ما كانش الاداء، لا لا هقول لك ما كانش الاداء اللي انت تكسب 4-5 خلي بال حضرتك كابتن وحضرتك ده فاينل نهائيات. الله ينور. ما انا عارف طبعا نهائيات مختلفه تماما عن اي لا مباراة. في ناس لما بتيجي تلعب نهائيات ممكن تكون بتجاسب، وحصلت وحصلت كتير يعني، وحصلت كتير. ما تزعلش مني، قليلين جدا في العالم كله. ايوه في لا العالم مش بس في مصر بتحصل بس. الفكره في ايه؟ الفكره في بس النسبه اقل، احنا خلينا نتكلم عن النسبه الاكبر. الفكره الجيده انك انت توصل لهدفك من اقرب طرق، بالذات في حته الفاينل، لان المباريات النهائيه تكسب وليس تلعب. صحيح، دي مهمه. وفي الاهم بقى، ما انت انا يعني عشان بس الناس تفهم صح، انت بتتكلم على المثاليه في الاداء بالاهداف وبالحاجات الكتيره، لا انت عامل مباراه كويسه لكن تكتيكيه. بقول لك يا كابتن عادل معلش عشان بس، هو انا لو جينا قعدنا قعده زي دي بعد 10 سنين وقلت لك كيف فاز النادي الاهلي بالبطوله رقم 12 في دوري ابطال افريقيا، هتقول لي بصراحه النادي الاهلي عمل ماتش مش فارق معايا يا كابتن اسلام كويس ولا وحش، لانه في النهايه احنا خدنا البطوله. لو كمان 10 سنين ربنا ادانا العمر وكنا موجودين في قناه واحده واتكلمنا في اللقاء، هسالك السؤال ده برضه. هو هقول لك انا مش نفس الاجابه. الاهلي كسب بس هو بس هو في 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 نقطه، في راي مختصين ورأي محبين وجمهور. جمهور رأيه الجمهور زي ما هو عايز يقول هو عايزه. ما انا عارف. بص دايما انا حتى في شغلي، جمهور الاهلي يعني تحديدا، لا انا حتى في شغلي لما كنت اشتغل كنت اقول ايه لما اكسب مباراه، اجمع لعيبه اقول لهم الجمهور يفرح واحنا لازم نبص للاخطاء، نبص لاخطائنا علشان نفرحهم تاني. صحيح. لان انا لو فرحت معاهم مش هفرحهم تاني، هتقع مني. صحيح. وانا مش هفرحهم تاني. صحيح. انت فاهمني؟ فهو افضل حاجه في الوقت الحالي انك انت تتكلم مثلا، واحنا دايما نبقى محللين. جمهور النادي الاهلي واعي جدا وفاهم. يعني جمهور النادي الاهلي كان عايز يكسب الترجي هناك 3 ويكسب هنا 4-5. انت بتلعب فريق كبير. انا فاهم يا كابتن. انا يعني فاهم، لكن لا اي فرقه طموحها كده النادي الاهلي يكسب ويكسب 3-4-5. اوكي انا معاك، هو جمهور طموحه، لكن احنا مثلا وانا شايف فنيا مثلا لا، فرقه قويه بتعرف تدافع، ما دخلش فيها الا 3 اجوان في البطوله كلها اللي هو في ماتش الهلال بس. فرقه بدات تعرف تدافع كويس، لعبت على سان داونز على جزئيات كتيره، عملت وعملت وعملت وعملت. صحيح. انا ده اللي حاسه وعارفه. فانا بقول لك احنا لعبنا مباراه كبيره جدا من حيث التكتيكس، لكن من حيث انك انت نقول كسبنا 3-4 لا، بس هو المباريات النهائيه هكذا تلعب. دي مهمه جدا، مش فارق معانا تتلعب. انا شخصيا يعني واحد من الناس كان يفرق معايا ان انا افرح في اخر ال 90 دقيقه ولا ال 92 ولا 95 دقيقه بان انا اقدر اشيل الكاس ده. طبعا فرح. طبعا انا طبعًا. كمشجع هنا بقى بتكلم ان اشوف لاعبتي واتبسط معاهم واخد الصورتين بتوع الكاس ونتبسط ونعمل وبتاع، دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي كمشجع. بعد كده هبتدي اشوف بقى، اجي اسالك مثلا اقول لك يا كابتن عادل ايه رايك في النادي الاهلي من الناحيه الفنيه، هتقول الله يا اسلام انا مش هسالك على رايك في الماتش، ولكن انا عايز اسالك على رايك في البطوله ككل. النادي الاهلي لم ينهزم، النادي الاهلي دخل فيه هدف، دخل فيه هدف واحد. النادي الاهلي الافضل هجوميا، الافضل دفاعيا، الافضل في كل شيء الحقيقه. هنا انا اقدر اسالك عن شكل النادي الاهلي في شكل عام في البطوله كلها. اولا النادي الاهلي رقم مرعب في افريقيا ما شاء الله، يعني خلينا نتكلم بجد، يعني معظم الانديه اللي بتلعبك عندها، يعني خلينا نبقى منطقيين ونقول كلمه صح، عندها خوف من النادي الاهلي بيتمثل في 30-40%. صحيح. بدليل اديك دليل مهم قوي، كل الفرق اللي بتلعبك على ارضها المفترض انت على ملعبك بتهاجم بشراسه، زي ماتش الترجي مثلا الفاينل، المفترض ان الترجي يهاجمك بشراسه ولا لا هناك في رادس، لكن عمل توازن. ليه؟ خوفا
من النادي الاهلي، النادي الاهلي التاريخ. برغم ان انا لسه مش هتكلم على اللعيبه دلوقتي او الجيل اللي موجود، لكن بيكلمك على تاريخك. تاريخك بيقول انك لما بتلعب بره ما بتهبش انك انت ما تكسب، لا انت عاوز تكسب، بدليل انك كسبت كتير قوي خارج ملعبك، فتاريخك بيحكم على انك انت خطير خارج ملعبك. واخر بطوله في الفاينل انت جايب جون على ملعب الوداد. عارف يا كابتن، انا قعدت بمناسبه كلامك قعدت افكر في كم من البطولات احنا خدناها بره ارضنا وكم من جوه ارضنا. كتير. خلينا نتكلم عن 2005 القطن بتهيألي. لا 2005 النجم الساحلي وفي ارضنا وكسبنا 3-1 بركات. 3-0. 3-0 بركات الجون الثاني. وال 2006 الصفاقسي في تونس. جون العظيم بتاع ابو تريكه. جون العظيم بتاع ابو تريكه. 2007 وصلنا النهائي هنا في مصر وخسرناه. وخسرنا. 2008 العرجون ده. العرجون. ايوه. القطن الكاميروني. 2-1 هناك او 2-0. 2-0 2-0 هناك احمد حسن وشادي. احنا الفاينل. كان هنا 2-0 وهناك 2-0 برضه. تقريبا. شادي بنالتي واحمد حسن. وده كان بره. لما تيجي برضو تشوف اخر اربع سنين، اخر اربع سنين ما فهمش غير ماتش الاهلي والزمالك القاضيه. ما هو ده يعتبر كان بره ماشي، لكن هي كانت في مصر. أيوه. لكن انت مثلا كسبت كايزر تشيفز في جنوب من افريقيا. كان ملعب محايد. كان ملعب محايد. طبعا. ايضا كسبت المباراه دي اللي فاتت في الوداد. الوداد في المغرب. ثم بقيه البطولات، وبالتالي انت واخد تقريبا معظم البطولات بره. ده غير زمان قانون يا ويندي. طبعا انا بتكلم على الفتره اللي انا كنت عايش فيها. يعني الفتره يعني دي كوتوكو اول بطوله لينا كانت كوتوكو، الكابتن خطيب اللي جاب الجون هناك. اول صحيح. بطوله لينا كانت في كوتوكو، بطوله افريقيه. كانت برضو 87. من اشانت. لا كانت 82 اشانت كوتوكو. 82 اشانت كوتوكو الاولاني. الاولاني. وبعدين اكتر من بطوله قانون يا ويندي كسبتها هناك، والرينجرز كان فرق من نيجيريا برضو هناك. يعني انت كنادي اهلي متمرس. علشان كده انا اللي انا عاوز اقوله لك ايه، اللي انا عاوز اقوله لك انه الفرق بتعمل لك حساب كبير قوي حتى على ملعبها. حقيقي. دي بدايه. الحاجه الثانيه بقى الاتزان اللي عند اللاعبين. اتزان كبير جدا. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت لما جيت السنه دي لاول مره تكون مرتاح في دوري المجموعات في البدايه. صحيح. لانك انت اتضغطت في كاس العالم زي كل سنه، ولكن السنه دي كان طريقك افضل، فلعبت مباراه قدرت تكسب. يعني قدرت تلعب تجاريا وقدرت تكسب، قدرت تسير البطوله. واحنا انت عارف ان البطولتين اللي فاتوا احنا خمس فاينالات بتاعيالي وصلنا لهم. خمسه فاينل في اخر خمس سنين. اتنين وبعدين ريحنا سنه واتنين. صح. صحيح. انت الخمسه انت منهم اربع بطولات او ثلاث بطولات على الاقل انت كنت متعثر في دوري المجموعات. صحيح. وده كان راجع لايه؟ للعبك كتير قوي مباريات، وانك انت بتلعب اكثر من جميع الانديه. يعني لك ان تتخيل الاهلي لما يرجع الايام الجايه عنده 6 مباريات مؤجله. هيلعب كل 3 ايام مباراه. والنادي الاهلي قدره كده انك انت بتوصل لعلى. الحاجه الثانيه بتروح تلعب بطوله العالم، كاس العالم للانديه. المباراه في كاس العالم للانديه، ودي انا دايما بقولها، بثلاث اربع مباريات في الدوري بتاعك، كم الجري وكم الحركه والسفر والحاجات دي كتير. وبعدين بتسافر افريقيا وبترجع، وبعدين بتروح وبترجع، وبعدين شد عصبي، وبعدين بتخرج من مباراة انت بتجمع فيها زي مباراة دوري، بتجمع مجموعة نقاط، وبتطلع بتلعب مباراة المغلوب يطلع بره. فانت الاستراتيجيات بيبقى فيها تغيير. فافضل حاجة حصلت ثبات لعيبة النادي الاهلي. الاصابات الكتيرة اللي جت للعيبة النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي عنده عدد من اللاعبين كافيين جدا. علشان كده النادي الاهلي ادى بامتياز بطولة افريقيا. كنا تجاريين جدا، اللي هو عملنا مباريات جيدة وعملنا نتائج جيدة جدا. يعني اشتغلت على قد كل مباراة. يعني مفيش وقت هدرت فيه بلغة الكرة، هدرت فيه مجهود زيادة. ودي حاجة كويسة. أتمنى بقى، بص احنا خلصنا بقى، أتمنى إنه الفترة القادمة نخرج بقى على بطولة الدوري، لأن بطولة الدوري السنة دي يعني. لا بطولة الدوري السنة دي لازم تعرف انه طريقها صعب.
هو البطولات كلها بتبقى صعبه، لكن انا بقول لك التحدي السنه دي هيبقى اكبر واعلى، والتحدي السنه دي محتاج من لعيبه النادي الاهلي لازم يعرفوا انه لازم يشدوا حيلهم قوي 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 قوي، لان الخصم المباشر بتاعك مش هيقع كتير. يا رب تكون الناس فهمت، مش هيقع. فلازم انت تكسب قوي وتعمل حاجه كويسه قوي. فربنا يسهل يعني، مش عاوزين بقى ننكد علينا لسه الدوري قدامنا وقت. لا بس انا دايما بحذر من الموضوع ده، لان صحيح. الموضوع ده اوفر قوي يعني، حسيت انا انه يعني انا عاوز كل، انا عايز يبقى في منافسه وكل حاجه، بس مش قوي كده يعني. يعني المنافسه تبقى يا وش يا وش شويه. تمام، المنافسه يا وش يا وش على راي كابتن عادل. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف ايه هي المنافسه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه كنا بنتكلم عن مستوى النادي الاهلي كابتن عادل، ولكن على الجانب الاخر واحنا بنتكلم النادي الاهلي الحقيقه في كل الالعاب وفي كل البطولات بسم الله ما شاء الله حتى هذه اللحظه. مثلا لما نيجي نتكلم عن كره القدم، النادي الاهلي تقريبا كل البطولات اللي دخل فيها باستثناء الدوري الافريقي فاز بيها. بالنسبه مثلا لكره الطائره انت فزت 7 بطولات من 8 بطولات. بالنسبه للكره الطائره سيدات ورجال يعني، او هاندبول، الهاندبول نفس الكلام. فانت عندك انجازات كبيره جدا جدا سواء على الجانب الكوره او على جانب النشاط الرياضي. ما هو اللي عجبني في الامر ايه؟ ان مجلس اداره النادي الاهلي دائما ما بيفرقش في الالعاب خالص. بمعنى يمكن النادي الاهلي مثلا فرقه الكوره، وبطبيعه الحال ان الكوره دايما بتبقى الاهتمام من الجمهور والاعلام. صحيح. بس ولكن اهتمام جميع الفرق الرياضيه في النادي الاهلي في مستوى واحد. دي حقيقه. بدليل انه كل الفرق مدعومه دعم كبير وشغالين على اعلى على اعلى اعلى مستوى يعني. وكمان كل متطلباتهم بتبقى موجوده. صحيح. يعني الانجازات اللي اتعملت دي مجلس الاداره عامل حاجه كبيره جدا، وجايب واحد زي خالد العوضي بصراحه. كابتن خالد عامل مدير نشاط رياضي على اعلى مستوى الصراحه. حقيقي. يعني لا يعني ما شاء الله يعني عمل نتائج مبهره بقاله سنتين. لا وخالد الحقيقه كابتن خالد الميزه ان هو اكلمه انت فين، يقول لي في اسماعيليه، يقول لي اصل نهائي السله مثلا 15 يعني بجد، اقول له يقول لي انا بروح كل الماتشات. بسم الله ما شاء الله. انا مش فكري يعني. تخيل انا مثلا كتير هو ضربني في الصالات وحقيقه يعني انا بقعد اتابع وبتجنن. انا رحت ماتش هاند بول غير الكوره خالص، قلت له لا لا انا مش راح تاني. الهاند بول يوجع القلب، يوجع القلب. انا نقطه تيجي وبعدين جون يدخل فيا تاني، وبعدين الكوره يعني انت لسه عارف ان هي طالما هناك لسه بدري وابقى فرحان، لكن الكوره هنا ببقى شايفها كل فتره كده. فانا قعدت كده او يعني بقعد معاه فترات كده، فبقول له هو انت كل يوم على الفاينالات دي؟ ده بيلعب فاينال كل يوم. لا هو يعني شهر 4 ودايما معروف، شهر 4 و5 و6 يعني. انت لو لو شفته، لو شفت وشه في الايام دي كلها صحيح تحس. بس هو يعني المجموعه كلها جميله و لا بصراحه يعني مثلا في الهاندبول، الهاندبول انا سعيد جدا بيهم السنه دي، جميع فرق الهاندبول كانت ولاد ولا بنات. ليه؟ لانه عملوا انجاز كبير جدا، شغلوا شغل على اعلى مستوى. صحيح. وكمان المجموعه كلها زي مثلا ياسر لبيب بيبو كرئيس جهاز، عندك هاني لاين من الناس اللي هو المدير الاداري بتاع الفريق الاول بتاع فرقه الهاندبول. صحيح. المدرب الاسباني ديفيد عامل حاجه كويسه. يعني شغل كويس قوي بصراحه، اختيارات جيده جدا من وعادل برضو المدرب بتاع عادل زولا يعني المدرب بتاع فرقه البنات، عمل برضو نتائج كويسه. المنظومه كلها كلهم صحاب يعني. لا حتى مدير برضو. حتى قطاع الناشئين يعني احمد سالم في قطاع الناشئين عامل نتائج مبهره برضو. صحيح. واخد بطولات كتير، واخدين جميع الدروع اللي هي بتاعه الالعاب على فكره. صحيح. الميزه انه انت بادئ من تحت. طبعا بادئ من قطاعات الناشئين كلها، ودي ميزه خالد كابتن خالد العوضي ان هو شغال مع
قطاعات الناشئين كلها بيبدا من تحت، فبالتالي بيطلع لك اللعيبه بتوعك. انت لما تيجي تبص على مجموعه اللعيبه دي اللي احنا الشامبيونز اللي قدامنا دول واحنا قاعدين بنتفرج عليهم، هتلاقيهم اللي حتى بره النادي كان بيلعب بره النادي ورجع هتلاقيه من صغره. يعني محمد عبد المنعم، كل ده بتوعنا، محمد عبد المنعم ولادنا ده. محمد عبد المنعم هتلاقي معظم الناس، قفشه كان بيلعب زمان في النادي، وتلاقي احمد حسن كوكا. لما انا ببص بس واحنا لا يعني انت لما بتيجي تتكلم يقول لك ان قطاع ناشئين النادي الاهلي ما بيطلعش، لا احنا قطاع الناشئين في النادي الاهلي صحيح ال 23 سنه اللي فاتوا او ال 24 سنه اللي فاتوا مطلعين 60 70 لعيب بجد. يعني كل الاسماء، انا كنت احيانا بقعد اتفرج على مثل الاتحاد بيلعب المقاولين العرب، بيبقى خمس لعيبه من هنا وخمس لعيبه من هنا. اما انا ممرنهم، مش عدوا علي عادي، لا صحيح. يعني ممرنينهم. فانت خلي بالك انه زي ما كنا بنتكلم على العاب الصالات، انا بتكلم على العاب جميعا. الجميل في النادي الاهلي انه ما فيش تفرقه ما بين لعبه ولعبه، ودي حاجه كويسه قوي. عاوز اقول لك انه لعيبه الهاندبول ولعيبه الباسكت مثلا، لعيبه الباسكت عندنا لعيبه كبار وكمان عقودهم كويسه، ولعيبه الهاندبول لعيبه كبار وعقودهم كويسه. احنا عندنا نجوم وعندنا نجوم كبار. يعني انت الالعاب دي راحت حته تانية، لانه ما بقاش كره القدم لوحدها. انت دلوقتي في كاس عالم صحيح للانديه، انت رايح اربع او ثلاث بطولات كاس عالم الانديه، غير كاس العالم الانديه الكوره، في كاس عالم الانديه الفولي، وفي الهاندبول. ما فيش بس الا واحده بس اللي هي كانت ال طايره سيدات، السيدات طايره سيدات، والسله برضو لما خسرنا والسله لما يعني. لكن انت رايح برضو كاس عالم، فانت صحيح. بتتكلم على الالعاب كلها نجحت بنجاح كبير جدا، واحنا من هنا بنحييهم وبنقول لهم اولا طبعا نحيي مجلس الاداره، لان هم اللي بيقودوا المنظومه من فوق. واجمل حاجه انك انت تجيب الاشخاص اللي بتعرف تشتغل. وانا كنت سعيد بالعوادي انه عمل نتائج مبهره السنه دي والسنه اللي فاتت بالرجاله اللي موجوده كلها. يعني الحقيقه شغل جيد جدا وشغل رائع جدا، يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي الذي استطاع ان يختار مديرا للنشاط الرياضي. وايضا على الجانب الاخر، خلي بال حضراتكم في مثل هذه الحلقات دائما ما بنحتفي بكل النادي الاهلي، بكل مجموعه النادي الاهلي، كل المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي، بنحتفي وبنحتفل بيهم. فمثلا تجد على الجانب الاخر كابتن خالد بيبو كمدير للكوره تعرض لانتقادات كبيره جدا، وقالوا عليه مش عارف ايه وكذا 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 وكذا، ولكن في النهايه بهدوءه وبتصرفه وبمسانده مجلس الاداره ومسانده المشرف على الكوره كابتن محمود الخطيب لمنظومه الاهلي، هو لا يساند خالد بيبو ولكن هو بيساند منظومه الاهلي اللي دايما طب. بتختار بما يتناسب مع المرحله وبتدافع عن اختيارها بتدافع طبعا، ولكن بتدافع بمعنى ايه عشان الناس بس تفهم، بتوصله للنجاح. أيوة. لان النادي الاهلي بينجح سيستم وبينجح سيستم صحيح. طب انا اقول لك حاجه، اتفضل. انا بحسد اي مدرب بيجي يشتغل في النادي الاهلي حقيقي والله يا كابتن. ليه؟ احنا ناس مدربين وعارفين اصعب حاجه على المدرب انك تتدخل في شغلي. الله الله. واصعب حاجه عن المدرب انك ما تبقاش في امان. الحاجتين دول لما تبقى عندك في النادي الاهلي. واصعب حاجه على المدرب انك ما تجيبلوش لعيبه كويسه. النادي الاهلي بيجيب لعيبه كويسه، افضل لعيبه في مصر وفي افريقيا. النادي الاهلي بيدي حريه للمدرب انه يشتغل حقيقي. زي ما هو عايز حقيقي. النادي الاهلي بيديك ويحاسبك اخر السنه. النادي الاهلي بيفضل يساندك طول الوقت وبيدي لك سبل النجاح صحيح. واكثر من هذا، النادي الاهلي يمتلك جمهور عظيم، جمهور قوي جدا جدا، بيحسسك يعني الاعداد النفسي بتاع اللاعبين ها بجد من الشارع، من الناس، من اللي بيشوفه من الناس. طبعا انت لما كتير قوي احيانا الناس فاهمه ان لعيبه الكوره بتتقدر بس طول وهم في الشارع، لا، ولعيبه الكوره احيانا كتيره بينتقدوها الشارع بالنظره. احنا لما كنا بنخسر او نتعادل ما كناش بننزل من البيت الا على وقت التمرين وبنتدارى. ولما بتلاقي الجمهور هو اللي بيحسسك انك لعبت كويس ولا لعبت وحش على فكره صحيح. فعلشان كده انت بدايه الجمهور بيديك دافع كبير قوي وبيديك حافز كبير وبيعرفك انت واقف فين صحيح. اخيرا يا كابتن عادل، رسالتك بقى لجمهور النادي الاهلي، لان القادم زي ما حضرتك كنت بتقول لي بين الهوا القادم صعب. يعني انا طبعا انا بثق في جمهور النادي الاهلي، وطول الوقت انا بقول ان هو مش اللاعب رقم 12 زي ما بيقولوا، لا هو اللاعب رقم واحد.
عشان بس نبقى فاهم. صحيح. النادي الاهلي ظهره قوي بجمهوره. صحيح. ظهره قوي بالجمهور العظيم اللي احنا شفناه. صحيح. شفناه مش الجمهور بس اللي بيروح الملعب، والجمهور اللي بيسنده طول الوقت. النادي الاهلي لو انت قعدت تتكلم على جمهوره هتتكلم عليه كتير قوي. صحيح. واحنا لان احنا عاشقين جمهور النادي الاهلي، ولان الجمهور ده اللي عمل ربنا طبعا ثم الجمهور ده اللي عمل جميع لعيب النادي الاهلي. فيستاهلوا من لعيبه النادي الاهلي اللي يموتوا نفسهم عشان يفرحوهم. صحيح. اجمل حاجه انك تفرح يعني يوم كاس افريقيا الفرح كم مليون فرح؟ 70 80 مليون. اه يعني 90 مليون. 90 مليون. فرحت يعني. 90 مليون ما عدتهمش بس تقريبا. لا يعني و14 في شبرا 90 مليون و14. لكن انت منظر يفرح بصراحه. لكن لا جمهور عظيم. صحيح. اولا بتحس بقى ان هو بيديك امان. حلو. بس انا اقول له بقى الايام اللي جايه ايه؟ احلى. نهدى بقى على لعيبتنا شويه، لانه في صعوبه. عندنا صعوبه، عندنا الفتره القادمه صعبه. نلتقي مره اخرى وتبقى الاسبوع الجاي نقعد مع بعض برضو نتكلم عن المنتخب، ولان المنتخب برضو عندنا فيه كلام كتير جدا. اكيد طبعا منتخبنا على فكره احنا اهلي، لكن منتخبنا قبل نادينا طبعا. المنتخب مصر اولا ثم الانديه. عشان كده انا هتكلم عن المنتخب. انا سايب بدايه من الاسبوع القادم لكل الضيوف اللي هتيجي نبقى نتكلم او هنخصص الحلقات كلها عن المنتخب طبعا ومسانده المنتخب طبعا. صحيح. انت رايح لمباراتين مهمين جدا 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 الله. ولكن هذا الاسبوع بالكامل يا كابتن بنحتفل بكاس افريقيا وفوز النادي الاهلي للمره ال 12 في تاريخه بدوري ابطال افريقيا، وبالتالي يستحق الاحتفال ويستحق صوره برضه لو او نتصور وبس ونطلب طلب. اتفضل. نعمل زي الناس ال 13 يعني. 13 يا جماعه بقى عشان انت خلاص بقى. ما ده خلاص ده ادم. هو ان شاء الله يعني. ايوه بس ادم يعني ادم بقاله يومين عندنا. يومين خلاص عندنا ولا ثلاث ايام. يومين بيبقى كفايه. الناس يقول لك عليك انتوا مفتريين قوي. دي انتوا لسه ما احتفلتوش وقلت ال 13. ما هو ده السر يا جماعه. حتى كولر قال كده. ما هو كولر قال كده. هو كولر ما بيهزرش والله. الناس قالت له كده. صحيح. وناس كتير قالت له خلاص ماشي هنسيبك لما ترجع من الاجازه ونكلمك نقول لك. ايوه ما هو ما هو لعيبه النادي الاهلي كده. صحيح. انت ده انا مره يعني سمعت مستر مانويل انتوا قلتوها يعني انا يمكن ما حصلليش الشرف ان العب معاه او كده. قال ان ده للمتحف فقط. خلاص ده دخل المتحف. صحيح. انت هتفضل بقى على المتحف ولا انت تشتغل تاني عشان تجيب واحد زيه؟ تجيبه تاني. احنا بقى نجيبه تاني ونجيبه تالت ونجيبه رابع واللي يزعل يزعل. هنعمل ايه؟ يزعل يزعل بقى. معلش ويلا نتصور. يلا نتصور. يلا اتفضل اتفضل يا كابتن. اتصور انا والكابتن عادل يا جماعه بال معلش يا جماعه بقى اللي عايز يجي يتصور معانا بقى مره تانيه بس يلا. ايوه استنى. الله الله الله. العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بحط ولاده واحد. شكرنا يا كابتن عادل. احنا سعداء يا كابتن اسلام. شكرا ومبروك. مبروك. الله يخليك. اذا نهائي دوري ابطال افريقيا ال 12 وصوره الكاس هنفضل ناخدها احنا طول الاسبوع ده. خلي بال حضراتكم مصر كلها عايزه تتصور مع الكاس، ولكن انا والكابتن عادل خدنا صوره سريعه جدا جدا. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل وان شاء الله نحتفل دائما بكل الكؤوس القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاستاذ محمود شوقي والاستاذ ايمن جلبرتو في ضيافه البيت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. الاستاذ محمود شوقي. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بك يا كابتن اسلام. تحياتي ليك. كله تمام الحمد لله. استاذ ايمن جلبرتو. ازيك يا استاذ ايمن؟ يا كابتن باركو ايه؟ كله تمام. الف مبروك طبعا. الله يبارك فيك. الحمد لله. البيضه السمراء منوره معاك النهارده. منوره مع القناه كلها. يعني الكاس جميل. وقيمته مش في قطعه الحديد، هي قيمته اكبر من كده بكتير. يعني قيمته كبيره وعظيمه وتاريخيه. صحيح بشكلها الجديد، كان في شكل قبل كده زمان. لسه كابتن عادل بيتكلم عن هذا الامر. لكن الاميره السمراء منوره قناه الاهلي. الفرحه حلوه اكيد، ويمكن الميزه انه الفرحه المره دي جايه كمان بعدها او بعد نهائي دوري الابطال توقف، وبعد التوقف عندنا ماتشات منتخب، ولكن انا بتكلم هنا عن النادي الاهلي ان هو ما عندناش حاجه لغايه يوم 25 ولا 26 ستة، لانه الحقيقه دايما من الاقاويل الغريبه اللي كانت دايما بتتقال ان النادي الاهلي ما بيعرفش يحتفل مثلا. لا هي بتقال بشكل ايجابي مش بشكل سلبي. بمعنى
ان كولر مثلا لما يطلع يقول اكتر من مره في مؤتمرات صحفيه وحتى في حوارات تلفزيونيه انه بمجرد الفوز باللقب الجمهور بيطلبه باللقب التالي على طول. فبعد الفوز باللقب رقم 12 في دوري ابطال افريقيا الجمهور في الفندق او قدام الاستاد او يقول له 13 يا كولر، يعني امر مستغرب جدا. مفيش مكان في العالم يا كابتن اسلام، في العالم جمهور بهذا الشكل. صحيح انه بمجرد لحظات من الفوز ببطوله يفكر في المستقبل بشكل سريع جدا جدا. فده بيتقال بشكل ايجابي، صحيح البعض ممكن ياخذه بشكل سلبي، لكن الحقيقه انه اكتر حافز للمستقبل هو ده. صحيح. وهتلاقي دايما لو انت راقبت او حللت تصريحات الكابتن محمود الخطيب دايما في كل هذه المناسبات الكبيره انه يقول لك قفلنا الصفحه نفتح الجديد، نفتح الجديده الاهلي او جمهوره ما مش هيشبع. فكلمه عدم الشبع دي الناس ممكن تاخدها بشكل سلبي، لكن في الحقيقه هي اكتر امر ايجابي ومحمس للمستقبل. صحيح. عدم التوقف الدولي اللي حضرتك بتتكلم عليه ده انا شايف ان هو فرصه ذهبيه للاحتفال. هذه البطوله وهذه الاميره السمراء تستحق الاحتفال وتستحق الاحتفاء، لانه انت امام بطوله كبيره خدتها من منافسين اقوياء، مشوار عظيم، ارقام قياسيه غير مسبوقه، وبالتالي مثل هذه المناسبات تستحق فعلا الاحتفال وتستحق وقت في الاحتفال. المناسبات اللي فاتت او البطولات اللي فاتت كانت دايما بيجي وراها ماتشات او 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 مناسبات لسه رسميه، لكن المره دي انت عندك فرصه في توقف دولي ناس تحتفل. صحيح حتى لو نجوم الاهلي معظمهم راح منتخب مصر، لكن دي فرصه ذهبيه ان الجمهور يحتفل ببطوله افريقيا بشكل مختلف. صحيح. ايمن الفرحه حلوه برضو ان تصل الى البطولة رقم 12 واللي بعدك على طول يبقى حسام عاشور ووائل جمعة ورامي ربيعة، هذا الثلاثي كباتن النادي الأهلي ست بطولات، بعد كده يجي نادي الزمالك ونادي مازيمبي بخمس بطولات. يعني أكيد فرحة حلوة الحمد لله، فعلا الحمد لله على يعني نعمة النادي الأهلي. كان كابتن عصام الشوالي مرة زمان قالها أعتقد في مباراة كلوب أمريكا أو إليه في كأس العالم للأندية 2006، كان قال نعم أن تكون أهلاوي هي نعمة. فأعتقد هي فعلا يعني إحنا عايشين أيام جميلة جدا. فعلا الجميل كمان إن في توقف دولي، ما فيش مثلا إيه يومين وماتش، عارف يعني يوم القضية احتفلنا بالقضية وتاني يوم تالت يوم كنا بنلعب الاتحاد السكندري في كأس مصر سيمي فاينل. فمفيش حتى مساحة، دخلت على طول في قبل نهائي كأس مصر. لكن المرة دي الدنيا مريحة معاك، البطولة جاية فعلا بعد موسم يعني فترة من الموسم صعبة. ال 12 فكرة ان انت اربع بطولات في خمس سنين ده حاجة يعني حاجة صعبة جدا، مش اي نادي في العالم ممكن يعمل انجاز زي ده. فكرة ان المباراة كمان على استاد القاهرة في حضور الجمهور الاهلاوي، يمكن من سنين طويلة جمهور النادي الاهلي ما احتفلش ببطولة افريقيا او بطولة قارية على ملعبه، يعني حتى 2014 الكونفدراليه و2013 كان المقاولين العرب دوري ابطال افريقيا، اخر ذكرى للجمهور في استاد القاهره بحضور جمهور مع دوري ابطال افريقيا كانت النجم الساحلي. فحتى الناس كان زي ما لو تفتكر قبل المباراتين دول كنا بنتكلم على الموضوع ده، فالناس عايزه تكسر كمان دي ماتش العرجون. صحيح بالظبط مباراه العرجون. فلا يعني هي ارقام وبطولات وتاريخ، ان الناس حتى بره مصر يجي يقول لك ريال مدريد افريقيا عشان المقارنه بفكره ان ده متزعم القاره الاوروبيه الاكبر في الكره القدم، وانت هنا في افريقيا النادي الاهلي هو سيد القاره يعني اللي هو ايه البطل المتوج دايما. فلا النهارده كل دي حاجات بتتحسب فعلا، هي الكاس هي الرمز، لكن اللي بيجي خلف بطوله افريقيا حاجات كتير جدا، من بقى شوف بقى المكافآت الماليه، الرعايات، بتشارك في الانتركونتيننتال، بتشارك كاس العالم للانديه، قصه كبيره بتتفتح لك بمجرد ما بتكسب لقب دوري ابطال افريقيا. ويعني اعتقد لا ان يعني هنستعرض يا كابتن اسلام كده في الحلقه في حاجات النادي الاهلي عملها في اخر 24 سنه و 25 سنه ما اعتقدش ان في نادي يقدر يحققهم في 100 سنه. فالنادي الاهلي فعلا بيتعب دايما اللي وراه، فاذا كان المره دي اللي هيتعب هو رامي ربيعه فمفيش مشكله، لكن اللي خلف النادي الاهلي والناس الانديه اللي هي بعيد في افريقيا هتتعب كتير عشان حتى توصل، نتكلم توصل لنص اللي حققه النادي الاهلي. لا بس كمان يا ايمن ده دول، يعني الاهلي بينافس دول دلوقتي،
الاهلي اتعود ينافس انديه، الاهلي بينافس دول، يعني اللي تحتيه في الترتيب في الفوز بالكاس دي دول، تلاقي دول كسبانه 7 بطولات، المغرب 6 بطولات، 5 بطولات، فانت بتنافس دول كمان. الامر تخطى فكره منافسه انديه شهيره او انديه انت خضت معاها منافسات مختلفه في عمرك كله، لا ده الموضوع كمان تخطى المرحله دي بكتير. يعني اعتقد زي ما ايمن بيقول انه الكاس دي بمجرد ما انت حطيتها هنا انت خلاص بتكتب حاجات كتير، كل يوم فصل جديد من الحكايه بيتكتب بسبب الكاس دي، لولا ان انت ما خدتهاش او لولا ان هي مش موجوده هنا كنت هتفقد حاجات كتير جدا. اعتقد ان الاهلي كان احق بالكاس دي، وعشان كده زي ما ايمن بيقول الفتره اللي جايه هيكون فيها مناسبات سعيده جدا للنادي الاهلي. ممكن اضيف حاجه كابتن اسلام؟ بمناسبه برضو احنا بنتكلم عن ريال مدريد، يعني النهارده النادي الاهلي في 2015 او 2014 كان عدى موضوع ميلان في موضوع الالقاب القاريه اللي هي الجدل اللي كان على النادي الاكثر نجاحا في العالم، اللقب اللي كان شهير بيه نادي ميلان، وقال احنا النادي الاكثر نجاحا في العالم عشان احنا اكثر بطولات قاريه. فنادي الاهلي لما تجاوز الامر ده وابتدى يستخدم شعار النادي الاكثر تتويجا في العالم، ده عمل رواج وشعبيه وامور تسويقيه كبيره. هو مفيش حد هيديك اللقب ده، ده حاجه معنويه ليها سيستم عرف كده زي ما بنقول في الكوره. فنادي الاهلي تجاوزه عالميا. فبرشلونه فلما كسب دوري ابطال اوروبا في سنه من السنين، بعد كده كسب السوبر الاوروبي، عمل بيان قال احنا بقينا النادي الاكثر نجاحا في اوروبا ويفصلنا لقب اللي هو كاس العالم للانديه وقتها، ونعادل النادي الاهلي كاكثر الانديه نجاحا في العالم ب 20 لقب. وقتها هم قال لك احنا عندنا 3 كاس معارض، الناس بقت تسال ايه كاس المعارض ده، ودخلنا في قصه كده لطيفه. طبعا ريال مدريد شرخ بعد كده بالبطولات بتاعت اوروبا اللي بقى بياخدها 5 بطولات، وعندهم البطوله بتتضرب في 3 لان في سوبر وكاس عالم انديه. فريال مدريد حاليا 29، النادي الاهلي الحمد لله 26. فاعتقد يعني ان معظم الاهلاويه حتى لو بيحبوا ريال مدريد ممكن البطوله اللي جايه دي يقول لك ايه خليها لبروسيا دورتموند، يمكن احنا ايه لما نكسب ربنا يكرم نكسب ربنا يكرم نكسب السوبر فنبقى اتمنى ان نقرب يعني قربت وتبقى. فالموضوع ده دايما بيبقى حافز مهم جدا، لان اللقب ده لقب معنوي، يعني ما فيش حد هيجي يديك كاس اسمه كاس الاكثر تتويجا، لا، لكن هو عرف كده كان سائد في الكوره وارقام انت من خلالها قدرت لسنوات النادي الاهلي بيحط السلوجان بتاع الاكثر تتويجا في العالم. صحيح، ده مهم جدا. فاتمنى ان الناس تدرك ده وهي بتتفرج على نهائي الشامبيونز ليج تحديدا، تدرك الحته دي ويقولوا ايه مشيها لبروسيا المره دي، مشيها لبروسيا ريال مدريد، مشيها لبروسيا المره دي. الكابتن خطيب خلال الفتره السابقه الحقيقه وقبل المباراه او لا، هو فيديوهات على السوشيال ميديا الحقيقه منتشره جدا قبل واثناء وما بعد المباراه، تنظيم اكثر من رائع ومتابعه دقيقه من كابتن محمود. كابتن الخطيب راح الاستاد قبلها بيوم، وقت قبل المران الرئيسي استاد القاهره، استاد القاهره قبلها بحوالي 5 ساعات. اوكي. وتفقد الاستاد كاملا كاملا، بغرف الملابس، بالمدرجات، بالممرات. اوكي. وبعد كده قعد شويه في مكتب مدير الاستاد لحد ما جه تمرين الفريق ونزل مع الفريق. ده قبل الماتش بيوم. يوم الماتش، ماتش الساعه 8، كابتن الخطيب راح الساعه 4. اوكي. وبرده عمل نفس الفكره ونفس الجوله، وكمان تفقد الكاميرات اللي كانت الاستاد مليان كاميرات، فتفقد كمان الكاميرات اللي ناقله كل التفاصيل الصغيره داخل الاستاد. مش عاوز اقول لك يا كابتن اسلام ان هو ما سابش تفصيله صغيره الا وراقبها. النجاح اللي حصل ده، شات الاتحاد الافريقي بالشكل ده، سعاده موتسيبي وضيوفه بالتنظيم الرائع في نهائي دوري الابطال، حتى لو كان في حصل قصور في نهائي الكونفدراليه، ويحصل بعد كده التسقيف الرائع من الافارقه للتنظيم الرهيب اللي حصل ده، ده ما جاش من فراغ. صحيح. والناس بتتكلم اللي بتقول لك انه ده تنظيم تنظيم الكاف، ده كلام مغلوط بالمناسبه. لانه الكاف بعد موضوع الكونفدراليه اتكلم في كل التفاصيل مع الاهلي، والنادي الاهلي تحمل المسؤوليه كامله. صحيح استعان بكل الجهات المعنيه وده امر طبيعي جدا. طبيعي. لكن تنظيم كتنظيم في التفاصيل وفكره المقصوره، تنظيم المقصوره، تنظيم الممرات، فكره وضع قيود على اي حد دخيل انه ممكن يقتحم المكان المراسم. صحيح. عشان كده شفت صوره اوروبيه، احتفال الاهلي اللي موجود معانا دلوقتي في الخلفيه يا كابتن اسلام، ده احتفال اوروبي. ده بتشوفه في اهم واعتى البطولات. ده تشوفه نفس الصوره في نهائي كاس العالم في قطر 2022. صحيح. ما اعتقدش انها تقل ابدا عن نهائي كاس العالم.
مفيش دخيله في الصوره نهائيا. ده كله التيم بتاع الاهلي، كل الاجهزه المعاونه في النادي الاهلي، كل اللاعبين، في كل اللاعبين، في وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. عشان كده الصوره دي لفت العالم كله بفرحه، والافارقه شيروها بفخر. الاتحاد الافريقي ركز عليها بكثير من الامتنان للنادي الاهلي، لانه لولا النادي الاهلي ودخوله في التفاصيل ما كانش يخرج للمشهد ده. حضرنا بطولات كتير، اعتقد ان اللي حصل في نهائي دوري ابطال افريقيا لا يقل عن اي مناسبه دوليه كبيره. ومناسبه الكابتن الخطيب، طالما ذكرت الكابتن الخطيب يا كابتن اسلام، سبحان الله، يعني هذا الرجل الرائع يشترك في ال 12 بطوله، وده امر برضه ما بيحصلش في اي حد في الدنيا يعني. صحيح، 12 بطوله حققها النادي الاهلي، كابتن الخطيب موجود في ال 12، اثنين لاعب 82 و87، 2001 عضو مجلس اداره، وبعد كده نائب رئيس النادي، وبعد كده رئيس النادي في 4 بطولات. دي ارقام مش طبيعيه، يعني الخطيب بطل دوري ابطال افريقيا 12 مره. ده برضو يؤكد على فكره المسيره الجيده الرائعه لهذا الرجل الفريد من نوعه، واعتقد انه تحمل الكثير. كابتن محمود الخطيب تحمل الكثير خلال مشواره، واعتقد ان هذه البطوله مكافاه له في المقام الاول. مش كتير بيذكره الا وقت اي تعثر، لكن واجب علينا جميعا ان احنا نبارك له على هذه البطوله. وكنت انا موجود معاك كابتن اسلام قبل كده، قبل البطوله، قبل نهائي دوري الابطال، وقلت ان كابتن الخطيب هيجي وقت ويتقال تفاصيل تحملها هذا الرجل من اجل النادي الاهلي. فبنشكره على التنظيم الرائع، وبنحييه وبنبارك له على الاميره السمراء. ايمن، بطوله الانتر كونتيننتال احنا شرحناها قبل كده يمكن، ولكن يمكن الناس لسه ملخبطه شويه. انا فاكر. عندك تفاصيل واضحه بقى تقول لنا عليها. ده ايمن هيحسم الامور ده. يعني مع حضرتك طبعا في الاهلي في المونديال لو تفتكر شرحناها، بس هي لسه بتلخبط، لان فعلا التفصيله بتاعتها، خصوصا التفصيله اللي تخص النادي الاهلي، هي اللي فيها مشكله. ممكن اول حاجه نستعرض الفيفا وهو بيحتفي بتتويج النادي الاهلي، وفكره ان هو هيشارك في اول نسخه من الانتر كونتيننتال كاب. يا كابتن اسلام، الفيفا الحساب الرسمي للفيفا بيهني النادي الاهلي ان هو بطل افريقيا، وانه حسم مكانه في الفيفا انتر كونتيننتال كاب. طب الصوره اللي بعدها كابتن اسلام دي اللي احنا استعرضناها قبل كده مع حضرتك، واللي هي متداوله عموما، دي نظام البطوله اللي الفيفا اعلن عنه، دي اول نسخه بالشكل ده. والهدف من البطوله دي هو بعد الغاء كاس العالم للانديه بالشكل المعتاد عشان خاطر كاس العالم للانديه الموسع، الفيفا شايف ان محتاج ان كل سنه يبقى في بطوله لابطال القارات او حاجه لابطال القارات. صحيح، فهو ده النظام او الشكل اللي الفيفا اعتمد. طيب الستيج 1 ده اللي هو بتاع بطل افريقيا، اللي فيه بطل افريقيا هنقوله بشكل عام، بعد كده هنبسطه للناس خالص. لو بطل افريقيا وبطل اسيا اللي هي في حد منهم في القرعه هيطلع، هيستقبل بطل اوقيانوسيا. يعني سواء في هنا او هنا. بالظبط، يعني يا الاهلي يا العين مثلا هيستضيفوا واحد فيهم، هيستضيف بطل اوقيانوسيا. اللي مش هيطلع في القرعه هيستنى الكسبان من المباراه دي. واضحه كده. ويعدي ستيج اي، ما احنا هنشرحها كمان للناس بشكل ابسط يعني. ويعدي ستيج اي دي، يوصل للوينر ستيج اي. ستيج بي دي سهله جدا لان هي بطل امريكا الجنوبيه وبطل امريكا الشماليه، هيلعبوا مباراه واحده، القرعه هتحدد بس هي هتبقى في انهي بلد، يعني هتبقى في امريكا الشماليه ولا امريكا الجنوبيه. واحد فيهم اللي يطلع. واحد فيهم يكسب يطلع وينر ستيج بي، هيعملوا البلاي اوف في الميعاد المقترح ليها 14 ديسمبر في بلد يعني الفيفا هتحددها او ملعب الفيفا هيحدده، و18 ديسمبر اللي هيكسب من البلاي اوف يلاعب بطل اوروبا. طيب الفكره بقى ايه؟ ان القرعه لما هتتعمل هتطلع بقى بالشكل اللي احنا هنشوفه مع حضرتك، اللي هي الاحتمالين عشان الناس برضو لو حد متلخبط من الشرح ده، في هنديك دايركت الاحتمالين هينزلوا معانا على الشاشه يا كابتن اسلام. الاحتمال الاول للنادي الاهلي ان هو يا اما هيبقى هو صاحب الارض هيلاعب بطل اوقيانوسيا في مباراه رقم واحد، القرعه اهي بالظبط اهي كده. الاهلي القرعه لو ممكن تجيب الاحتمال الاول ان الاهلي يلاعب بطل اوقيانوسيا مباراه رقم واحد هنا في مصر. مباراه رقم اثنين العين الاماراتي في الامارات يستنى الكسبان بين الاهلي وبطل اوقيانوسيا. الاحتمال الثاني العين الاماراتي مع بطل اوقيانوسيا في الامارات مباراه رقم واحد، الاهلي يستناهم في مباراه، يستنى الفائز في مباراه رقم اثنين هنا في مصر. بسيطة جدا، بس كده. اي احتمال من دول هيحصل النسخة دي،
النسخه اللي بعدها بيتعكس مباشره من غير قرعه ولا اي حاجه. ونفس الكلام في ستيج بي اللي هي بتاعه امريكا الشماليه والجنوبيه، لو القرعه قالت المباراه رقم واحد في النسخه دي هي قرعه في اول مره بس، قرعه في اول مره بس، بعد كده في كل نسخه بتتغير مره ومره عشان مبدا تكافؤ الفرص والحقوق. هنا بتبقى الفيفا حتى شارح موضوع الحقوق والبث هيبقى عامل ازاي والتنظيم وكل حاجه، وشارحها طبعا في الشرح بتاع البطوله. ولكن ما يهم الناس ان هي دي النادي الاهلي، يا اما يبقى الاحتمال رقم واحد يا اما الاحتمال رقم اتنين. ده شكل عام ممكن الناس تاخد الفيديو ده وتاخد الصوره دي كده من قناه النادي الاهلي ويبقى الامر بالنسبه لهم سهل جدا، يقعدوا يستنوا بقى الفيفا لسه ما اعلنش القرعه امتى والتفاصيل، ونستنى كلنا نشوف النادي الاهلي. لان دي كمان انا من وجهه نظري دي اسهل شويه من كاس العالم للانديه بشكل المعتاد، لان انت ممكن في ماتش واحد تلاقي نفسك في بلاي اوف، بلاي اوف هتلاعب بطل امريكا الجنوبيه او الشماليه الله اعلم، برضو ممكن يبقى اسهل ان انت تصعد نهائي، لان البطوله المجمعه انت ممكن تلعب ثلاث ماتشات او ماتشين تروح لبطل امريكا الجنوبيه منهك شويه اللي هو بيبقى جاي برضو على مباراه واحده، فالامور بالنسبه لنا بتبقى اصعب في فكره النهائي دي. ممكن يبقى فيها سهوله ان انت توصل النهائي، كمان المنافس بتاعك منافس عربي ان شاء الله العين الاماراتي، سواء لعبنا في الامارات فجمهور الاهلي موجود، لعبنا هنا هنستقبل العين وبالشعب الاماراتي او الجماهير الاماراتيه وموجود، في الحالتين كانك بتلعب في بلدك، فدي برضو حاجه كويسه جدا. نتمنى ان احنا نكون شرحناها ونقفل الجدل عشان بس يا ايمن في نقطه قد تبدو سهله زي ما انت بتقول انه اسهل من الشكل القديم لكاس العالم للانديه، لكن انت قلت تكافؤ الفرص، ان هو الفيفا بيحاول يعمل تكافؤ الفرص. لو رجعنا للصوره الاولى بتاعت الفيفا بطل اوروبا مش تكافؤ فرص خالص، هو بطل اوروبا في بطل اوروبا في النهايه ده المستريح ده المستريح على راسك يا ريت احنا عندنا المستريح ده حاجه كبيره. الصوره الكبيره يا كابتن اسلام اتفضل عشان يشوفوا كده حد اتجنب خالص ويستنى كل العالم الوحش خلصوا تعالوا يلعب ويجي بقى يلعب الكل ده على ماتش واحد. يعني ريت اجي الصوره بتاعت الفيفا الاولى خالص الاولانيه الصوره بتاعت الفيفا. فعلى فكره تضحك الصراحه في مؤتمرات صحفيه مش تضحك يعني النظام هم يعني هم يا جماعه الاخير ده يا جماعه الفاينل الاخير ده بطل اوروبا متجنب هياخد بقى كل الدنيا دي كلها تتصارب مع بعض عشان يلعب. بالمناسبه يا كابتن اسلام عشان الصوره دي بالذات في كل مؤتمرات الفيفا حضرناها بسبب كاس العالم للانديه اتسال السؤال ده، وانا سالت في مره في احد المؤتمرات كان زمان محمد رضا كان دخل في كلاش كبير جدا مع مسؤول في الفيفا بسبب الصوره دي، وقال له الى متى يتوقف الفيفا عن هذه العنصريه. الغريب انه مسؤول الفيفا عجز عن الرد، يعني انا اتصور انه اي حد لو في منظمه كبيره زي الفيفا ايمن لما تساله سؤال ممكن ياخد معاك ويقول ويرد ويدافع عن وجهه نظره وموقفه ويخش معاك في نقاش، هو عجز عن الرد بصراحه لانه بس هي صوره يعجز فيها الانسان عن الرد. بالظبط انت بجانب فريق يعني انت مش عارف تقول ايه يعني انت بجانب فريق على العالم كله يعني. هم بيعتبروا هي البطوله دي في الاساس في زمان كانت كابتن بتتعمل ما بين بطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا على طول بالزبط. هو كان ماتش واحد الاثنين بيلعبوا واسمه انتر كونتيننتال وقتها يعني دلوقتي قال لك خلاص عشان القصه قال لك عشان القصه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هنعمل كاس عالم بقى 32 فريق نجيب فيه 12 نادي من اوروبا يكسروا الدنيا. لا بس دي كان دي ليها فوائد بالظبط دي قصه ماديه اكتر وامور ماديه اكتر لكن دي بقى هم عملوها عشان ايه يعني نقول ايه زي ما بيقولوا كده سبوبه صغيره سبوبه صغيره كده. ما فيها بقى كابتن اسلام انه الاهلي يشارك في اول نسخه صحيح الان الاهلي اعتاد على ده الاول الاكثر الاكثر يعني مثلا دوري الابطال اللي احنا بنحتفل بيه ده التاريخ المشوار كله الاهلي الاكثر فوزا باللقب 12 مره الاهلي الاكثر مشاركه 35 مره الاهلي الاكثر مشاركه متتاليه 21 مره الاهلي الاكثر مباريات 341 ماتش طبعا بصفته الاكثر فوز 177 اهو معانا اهو الاحصائيه الجميله برافو عليهم والله اكثر من سجل في دوري الابطال 533 جول واطول سلسله عدم خساره 22 واكتر من لعب النهائي 17 نهائي اكتر من لعب نهائي متتالي 5 نهائيات متتاليه يعني. مش ممكن ارقام قياسيه غير مسبوقه في تاريخ النادي الاهلي فعشان كده البطوله دي مختلفه شويه لانها بتضيف ارقام قياسيه جديده كبيره لسجل الاهلي يعني. طيب برضه محمود واحنا بنتكلم عن اللي بيحصل والبطولات القادمه بطوله السوبر الافريقي كان فيها كلام كتير عليها طبعا بلا شك انه صعود اهلي وزمالك بلد واحده اللي هي مصر الكبيره العظيمه
لنهائي السوبر الافريقي امر في غايه الاهميه، لانه كمان بيعيد لمصر الرياده شويه على المستوى الرياضي. بقالنا فتره النادي الاهلي الوحيد هو اللي بيشرف الكره المصريه او العربيه، فاعتقد ان احنا امام حدث فريد من نوعه ومهم جدا. كلام كتير طلع انه السوبر الافريقي هيقام في السعوديه، ثم حصل توضيح انه مش هيحصل ده. كلام كتير على فكره وجود عرض قطري او عرض اماراتي لاستضافه البطوله، لكن بصراحه شديده يا كابتن اسلام من خلال منصتك الجميله دي، انا اتمنى ان يكون السوبر الافريقي على ارض مصر في استاد مصر. الاستاد العاصمه الاداريه، الاستاد الاحدث في القاره، ثاني اكبر استاد في القاره. خلي بالك من الارقام، تتكلم على تحفه معماريه مش طبيعيه. واللي زاره مؤخرا شاف استاد لا يقل عن اي ملعب عالمي. فاحنا عندنا المنشاه وعندنا الجمهور، صحيح، اللي رسم اللوحه الحلوه دي، عندنا الجمهور وعندنا التنظيم اللي احنا شفناه وكلمنا عنه من شويه، صحيح، وعندنا الانتقالات والطرق والامور كويسه هناك في المؤديه للاستاد، والفنادق موجوده، استضافه الوفود الافريقيه موجوده. اذا نستطيع بمنتهى السهوله ان احنا نستضيف اهم واكبر ماتش سوبر افريقي في تاريخ افريقيا، صحيح. فانا اتمنى انه نبدا بدري في الموضوع ده، كل الجهات المعنيه تدخل في الملف ده سريعا عشان الاتحاد الافريقي يعلن ان شاء الله عن قريب عن استضافه السوبر الافريقي في مصر. اعتقد فرصه ذهبيه. ممكن اضيف لمحمود الفكره ان كابتن اسلام اصلا لائحه السوبر الافريقي عموما هي ان المباراه بتقام على ملعب بطل دوري ابطال افريقيا. يعني حضرتك مثلا لعبت 2000 الجيش الملكي لو تفتكر هنا في مصر، هنا في مصر، لكن 2007 اتلعب في اثيوبيا عشان خاطر كانت احتفاليه، الكاف كان بيحتفل بيوبيل ذهبي او حاجه زي كده، فتلعب في اثيوبيا. بعد كده رجعت لعب في مصر، بعد كده والنادي الاهلي لعب اخر النسخه بتاعه الصفاقسي اللي هي تقريبا كانت اخر نسخه تتلعب في يعني بالنسبه للنادي الاهلي لعبها كان هنا في مصر. بعد كده ابتدى موضوع ان هي تلعب خارج مصر، راحت قطر ثلاث مناسبات كانت في قطر على ما اتذكر، وفي مناسبه اتعملت في المملكه العربيه السعوديه. فهي اللائحه اصلا ان المباراه بتقام على ارض بطل دوري ابطال افريقيا. فاذا النادي الاهلي، حتى النادي الاهلي لما كسب الكونفدراليه راح لعب المباراه في الجزائر، لما تعادلنا 1-1 هدف عماد متعب في النهائي ولكن خسرنا بركلات الترجيح. فهي اصلا اللائحه بتقول بتديك الاوبشن ان هو على البطوله بتاع دوري ابطال افريقيا، فهو النادي الاهلي. وبالمناسبه اللي طلع لبطل الكونفدراليه نادي الزمالك. فالبطوله اعتقد بالنسبه للكاف يعني ممكن لو هو حابب ان البطوله دي دايما يبيعها او يسوقها خارج القاره عشان العوائد الماديه والامور التسويقيه وما خلافه، ممكن يرجع تاني يطبق اللائحه في المباراه الحاليه، لان هي اصلا ما بين اكبر فرقتين في افريقيا، الاكثر جماهيريه في افريقيا، النادي الاهلي وبعده نادي الزمالك. فالنهارده هي لو اتلعبت اصلا في مصر فرصه كبيره جدا للكل، ان انت تعمل حدث كبير وتستفيد بكل الامور. يعني ماذا ينتظر النادي الاهلي بعد التوقف؟ يا خبر ابيض، التوقف الدولي. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، سجل كبير قوي يا كابتن. معلش هنعمل ايه طيب؟ ما هو يعني قدرنا. عشان كده كنت بقول في ماتشات صبح وليل. زي ما حضرتك كده كنت بتقول، فعلا احنا الميزه دلوقتي ان احنا خدنا نفسنا. حتى لا احنا خدنا نفسنا، بعض اللاعبين خدوا نفسهم. لا احنا بنتكلم على الجمهور، اللعيبه كان الله في عونهم يعني. لكن كجمهور وك يعني شفنا المدرب بتاع الاهلي في حوار مثلا، يعني على الاقل فرح شويه. يعني احنا نفسنا كجمهور، لا الناس قاعدين بنتكلم بقى في كسبنا والانجازات وفيديوهات الاستاد صحيح. لكن تخيل كنا خلصنا بعد 3 أيام بنلعب دوري، نرجع بقى تاني نفس التلشنه. صحيح. فلا اللي بينتظر النادي الاهلي طبعا بعد التوقف الدولي مباريات مهمه جدا وحاسمه في الدوري. النادي الاهلي طبعا يعني في موقف جيد في الدوري بالنسبه لعدد المباريات اللي لعبها، ممكن نستعرض حتى المباريات المعلنه حتى الان. النادي الاهلي عدد كبير جدا، فبنتكلم في ايام قليله. وبص الفاصل الزمني يا كابتن اسلام عامل ازاي، الفاصل الزمني قليل جدا، 14 18 21 25 28 1 4 8 12، يعني معجنه. بقولك يا كابتن اسلام، لا وايه يعني بص ادي فاركو للاتحاد السكندري الداخليه نادي الزمالك 18 قول انا بس بعد كده ترجع تلاعب فاركو تاني يوم 28، يعني اللي هو بعد 10 ايام هوب طلائع الجيش، داخليه تلاقي نفسك لاعب طلائع الجيش تاني.
بعد كده نادي بيراميدز، فمباريات كلها مهمه ومصيريه وفيها طبعا 14 يونيو 12 يوليو ما عندناش شهر لو انت 14 يونيو 12 يوليو هو تقريبا 28 يوم 20 يوم كم ماتش بقى 2 4 6 8 9 يعني كل 3 ايام 3 في 9 في 27 كل 3 ايام مباراه فموضوع موضوع صعب جدا. النادي الاهلي طبعا هيبقى مطالب يعني نادي بيراميدز استفاد يعني طبعا هم بالنسبه لنا احنا هو استفاد من خروجه الافريقي ان هو لعب مبارياته في الدوري بشكل لحد ما مرتاح شويه وبيحققوا انتصارات متتاليه فبيبعدوا. فالنادي الاهلي طبعا هيبقى ما بين فكره ان انا عايز استعيد ارجع للدوري بانتصارات وان انا اعوض فارق النقاط ده بالمؤجلات عشان خاطر نبقى احنا على قمه الدوري. طبعا جمهور الاهلي الموضوع ده ما بيفرقش معانا لكن دي حاجه لائحيه قلتها مع حضرتك صحيح. قبل كده ان بطل دوري ابطال افريقيا اوتوماتيك هو موجود في النسخه اللي جايه فدي ما مش شغالين بيها بالنا يعملوها دور اول يعملوها دور تاني ما يعملوهاش خالص يعملوها بالقرعه مش قصتنا الموضوع بقى برانا بالظبط كده ولكن احنا بنسعى للقب لللقب فاكيد ما بعد التوقف جمهور النادي الاهلي هيبقى عليه عامل مهم جدا. الاستاد اتفتح ل 30,000 مشجع في استاد القاهره في المباريات المحليه, صحيح. وده عدد كبير في المباريات المحليه بنتكلم فيه في النص مباراه للزمالك مباراه للبيراميدز ولكن المباريات اللي هي الاخرى لا تقل اهميه عن المباريات دي فالجمهور قدر المستطاع عارفين طبعا بيبقى ساعات مباريات في وسط الاسبوع طبعاً. المواعيد الساعه 7 لكن قدر المستطاع الناس تحاول تروح لان هنكون ناس فئات كتيره ابتدت تخلص امتحانات والاشغال والدنيا افضل وكيف نحاول نبقى موجودين مع النادي الاهلي بشكل اكبر عشان خاطر فعلا زي ما مستر مارسيل كولر دايما بيقول الجمهور هو اللي بيدينا البوش الوقود يعني. الاول طبعا اخر حاجه عندنا النهارده الدوليين وكان في كلام على انضمام الدوليين لمنتخب مصر. طبعا ده ملف مهم جدا يعني صحيح تاجيل ماتش الكاس سمح بفكره التقارب من جديد انه الدوليين ينضموا مبكرا شويه قبل الاجنده الدوليه وانا دايما انا اسف هقطعك هنا هو هنا كان اصرار مستر مارسيل كولر على ان الدوليين يكونوا ما فيش مشكله وكل حاجه ولكن هو كان محتاج اربع خمس ايام راحه تحديدا الراحه بسبب امور تقنيه وفنيه هو اتكلم عنها واعتقد ان النهارده في الجلسه الوديه ما بين الكابتن خالد بيبو والكابتن حسام وجهازه اعتقد تم فيها طرح كل هذه الامور بالظبط. اولا لو كان الكاس اتلعب هتبقى مشكله فالكاس اتلغى اتاجل ده رقم واحد. رقم اثنين المباحثات ما بين الاهلي وجهاز المنتخب كانت حصلت قبل كده وكان للاسف الشديد ما كانش في التزام بالتم التوافق عليه تمام. دي فرصه بقى انه التقارب اللي حصل ده يحصل تنفيذ على ارض الواقع صحيح. بمعنى اللي كابتن خالد بيبو نقله عن الجهاز الفني للاهلي ومستر كولر ونقله للجهاز المنتخب يتم الالتزام بيه. فكره منح اللعيبه بعض الراحه فكره التدريبات يكون بحساب وفقا للقياسات اللي الاهلي عاملها فكره برضو ولكن برضو نقول دي ان هو بما يتوافق مع اراء المدير الفني للمنتخب اكيد اكيد مدرب المنتخب هيشوف صحيح. مصلحه الفرقه كابتن حسام يعني طبعا اكيد هيشوف مصلحه الفرقه صحيح. لكن لما لازم برضو او من الجميل هم دول لعيبته بالظبط هيكون عنده كم واحد 10 10 لعيبه 10 لعيبه يكون عنده دليل ناقص علي ديانج رايح عندك ناقص علي ديانج فما يكون معاه خريطه صحيح للقياسات البدنيه يا كابتن اسلام لكل لعيبه الاهلي وتقالوا ان في برضه بعض ده حاجه جميله جدا جميله جدا يعني. بس هنا انا بس قبل ما اسيب المنتخب يا كابتن اسلام اتفضل عندي ملاحظه اتفضل. اللائحه في كاس مصر بتقول ان اللي عنده اثنين لعيبه في المنتخب اكتر من اثنين لعيبه من حقه يتاجل له ماتش الكاس بناء على طلبه صحيح دي اللائحه صحيح. فالاهلي حضرتك بتقول انت دايما انه 10 لعيبه مش انا اللي بقول كابتن حسام واللائحه بتقول انه يتاجل له صحيح ماتش الكاس. نادي بيراميدز كان عنده اثنين لعيبه النادي بيراميدز كان عنده اثنين لعيبه فما كانش من حقه انه ياجل ماتش الكاس عشان اثنين لعيبه فقط لا غير. وقيل انه رمضان صبحي كان على وشك الانضمام لصفوف منتخب مصر لولا ازمته الاخيره صحيح تمام كده. واعلن حسام حسن وجهاز المنتخب عن قائمه المنتخب كامله صحيح على صفحه الاتحاد الكوره والناس اعترضت او وافقت المهم ايه تم الاعلان. نفاجئ تاني يوم يا كابتن اسلام بانضمام ابراهيم عادل بدلا من رمضان صبحي صحيح الذي لم يعلن اسمه. طب انت لو كنت عاوز ابراهيم عادل ليه ما اعلنتوش مع القائمه اللي انت اعلنتها؟ صحيح طالما ان كده كده بانضمام ابراهيم عادل اصبح لبيراميدز ثلاث لعيبه من حقه. احنا كده دخلنا في فكره بلاها ناديه خد سوسو والواقع الشهيره او المشهد الشهير للفنان العظيم فؤاد المهندس صحيح في مسرحيه سك على بناتك خد بلاها ناديه خد سوسو مع الفنان احمد راتب
المشهد الشهير ده. لو هتضار الكرة المصرية كده يبقى منتخب مصر يكون في خطر. لانك انت لو عاوز ابراهيم عادل وكده بس ما... طب هو عمر كمال عدم انضمام عمر كمال عدم انضمام عمر جابر عدم انضمام نبيل دونجا انضمام محمد الشامي عدم انضمام احمد حسن كوكا عدم انضمام قفشه عدم انضمام كوكا هو ما بيلعبش كوكا يعني هو محمد الشامي قصدي لا بس انا ممكن يا كابتن اسلام ادخل معاك في نقاشات فنيه كتيره على اللعيبه دي اوكي يعني اختلف معاك واتفق معاك الا عمر كمال صح ماشي انا اقصد ان يعني مش ممكن بس هنتفق ونختلف بنسب كبيره يعني ايه قصدي هنتفق بنسب اكبر من الاختلاف مظبوط صح مظبوط فالاسماء اللي انا بتكلم عنها دي على فكره اهلي وزمالك و قلت كذا وكذا اسماء ومحترفين وكذا لكن انا هنا بتكلم عن مصلحه بلدي مصلحه مصر مصلحه المنتخب وليس شيء اخر لا لغز لغز بصراحه واي اجابه على هذا اللغز مش هتكون مقنعه الاجابه الوحيده المقنعه في موضوع عمر كمال يا كابتن اسلام هو ضمه يعني لو سالتك انت ما ضمتش ليه عمر كمال مهما اديتني من اجابات مش هتكون مقنع بالنسبه لي الا الحاجه الوحيده اللي تقنعني بيها ضمه تضمه فلغز كبير بصراحه يعني اتمنى ان شاء الله ان احنا منتخب مصر هنتكلم عنه اكتر الاسبوع اللي جاي او مع بدايه الاسبوع القادم وبرده هيبقى بغرض المسانده والدعم الدائم لمنتخبنا لان انت هنا لا تتكلم عن منتخب حسام حسن او ابراهيم حسن انت هنا بتتكلم عن منتخب بلدك منتخب مصر منتخب مصر اللي عنده ماتشين مهمين جدا 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 ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم ويستطيع منتخبنا ان يصل الى هذه المباراه عموما الف مبروك يا استاذ محمود على الفوز بهذه البطوله الف مبروك يا استاذ ايمن على الفوز بهذه البطوله بطوله رقم 12 ما ينفعش اخدها واروح ايه ما ينفعش اخدها واروح بس موتني يا عم انت خدها وتروح ايه ده الرجاله اللي بره بصوا واقفين عاملين ازاي كله واقف مستني ومروح عموما دائما الافراح ودائما الانتصارات مستمره في النادي الاهلي وسنظل دائما داعمين ومساندين للنادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن على وجودكم معانا النهارده وبنشكرك كاس على وجودك معانا النهارده ان شاء الله تبقى مكمل معانا بكره ان شاء الله وتكمل معانا السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله دائما الاهلي في انتصارات وافراح. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.